بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والنهاردة حلقة من نار. عندنا أحداث كتير جدا جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، وطول الوقت وإحنا بنناقش قضايا وإحنا بنتكلم في مواضيع كتير جدا، بنحط جماهير النادي الأهلي في الاعتبار، بنحط أعضاء جمعيته العمومية، بنشارككم الآراء معانا. إحنا الإعلام اللي نعرفه المحايد من وجهة نظرنا، اللي فيه بعض الامور في ناس بتشوف بعين واحده، واحنا ده بيبقى بالنسبه لنا كاهلاويه غير مقبول بالمره. هتكلم في حاجات كتير جدا جدا النهارده، ولكن اكيد زي كل حلقه بنطمن على الفريق. عندنا فقره الصندوق الاسود، رصدين حاجات مهمه جدا لكل الاهلاويه والاعضاء الجمعيه العموميه، رصدين كلام لم يحدث بالمره. خلينا نشوف بعد شويه مع الصندوق الاسود. لكن حلقة النهاردة بتستدعي أمور جدا، اللي هتجيله صغطة شوية يجيب جنبه أزازة مية، واللي عايز يستمتع ويشوف الحقيقة اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنها يجيب كاجو، يجيب فستق، يجيب حاجة ساقعة ويقعد يستمتع بالحقيقة، لأن الحقيقة بتزعل والحقيقة بتخلي البعض يغضب. لكن طول الوقت لازم نتكلم. قبل ما اتكلم في اي حاجه وقبل ما ادخل في الحلقه، مهم جدا في البدايه، انا عارف الحلقه النهارده في ناس كتير منتظرينها، لكن احنا بالنسبه لنا بنشتغل بما يرضي الله، بنقول اي حاجه، ما عندناش حاجه نقف عندها، ولكن المهم في البدايه زي مره تانية، انا عمري ما بشخصن حاجه تخصني غير مقبول بالمره، لان قناه النادي الاهلي دي ملك الملايين من الاهلاويه. ولكن هقف عند نقطة بس واحدة في البداية. مذيع الطيب الغلبان اللي قدام حضراتكم لما يتكلم على عودة جماهير أكتر من سنة واتنين وتلاتة، كويس محترم. لما يتكلم ويدافع عن زمايله المحترمين أبو تريكة وغيره وغيره، ده واجب عليا، محترم كويس، الله ينور عليك، بنشوف الكلام ده مع الناس. لما بتتكلم عن العدالة اللي موجودة، ما ينفعش حد ياخد كل حاجة، نتكلم عن أخطاء، برافو عليك زي الفل والدنيا تمام. لما نتكلم على محبوسين من النادي الاهلي، وانا قلت مره تانية ناقص واحد عبد الله صلاح ان شاء الله، بيبقى في محاولات ان شاء الله ويخرج ويكمل لبقيه زمايله، الله ينور عليك كويس ومحترم. لكن لما بنقرب لمنطقه تانية وبنقول كلمه الحق فيها، بنبقى وحشين. ايه ده؟ ما ينفعش، عيب عليك يا جماعه، ده القناه وواجهتها يا مجلس الاداره ومش عارف ايه. أنا ما بيمشيش معايا الكلام ده للأمانة، من البداية قلت لكم الكلام ده، واللي بيخلينا طول الوقت أقوياء إحنا بندردش مع بعض. الأهلوية دي بالملايين في كل مكان، حوارنا مش خناقة بالمناسبة، مش انتخابات بمناسبة تانية، مش صراع مين يكسب ومين ما يكسبش، ما قلناش كده. قلنا في البرنامج هنا كل اللي نزل الانتخابات مستقلين قوائم كلهم محترمين اولاد النادي الاهلي، ده كلامنا هنا. يقول لك ايه الحق، بيشتم مش عارف ايه، ما تاكلوش الناس الاوانطه، انا بتكلم بلغه رجل الشارع، اللي مش عاجبه ده اسلوبنا. ف مره ثانيه وثالثه ومليون، ما تواجهونا كده وفي امور غريبه وعجيبه بالنسبه لنا، يعني الامور في ناس مش واضحه. فقبل ما اروح اطمن على الفريق، خلوني ايه اتكلم في نقطتين انا مجهزهم وندردش مع جماهير الاهلي العظيمه قبل اي حاجه، بعيد عن مواضيعنا النهارده. خلي بالكم انا راجل ديمقراطي فهستجيب لفريق العمل، قالوا لي نطمن على الفريق الاول، حاضر نطمن على فريق النادي الاهلي الاول وهو الاهم وبالنسبة لكل الأهلاوية. خلونا نروح لزميلي الناقد الرياضي الأستاذ محمد عراقي باليوم السابع. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا بك يا كابتن شادي، وأهلا بكل مشاهدين قناة الأهلي. أكيد أنا عارف زي كالعادة يعني بنثق في كلام حضرتك، بتبقى متواجد في التدريبات، بتشوف كل حاجة أمام التفاصيل كلها بتبقى أمام حضرتك أستاذ محمد. طمني على الفريق، الحالة المعنوية للفريق، ايه اللي موجود النهارده في التدريب؟ واحنا عارفين اللي كان فيه تدريب مسائي. طبعا النهارده كان فيه تمرين مسائي، النهارده تعادل الماتش بالبنادر السويس في كاس مصر، ماتش الجمعه ان شاء الله. طبعا زي ما احنا عارفين اللعيبه الدوليين كانوا غايبين، النهارده انضموا خلاص لمنتخب مصر، خلاص لمعسكر منتخب مصر، تعادل الماتش غانا.
النهارده كان في تصعيد لحارس مرمى من الشباب، التعويض طبعا كابتن شفيق رامي انضمامه للمنتخب. خلاص كابتن احمد ايوب اتكلم بقى مع اللعيبه على فكره خلاص غلق صفحه افريقيا والتركيز بقى في بطوله الدوري وبطوله الكاس. هو اتكلم النهارده قال ان يعني غياب الدوليين مش هياثر على فريقه في ماتش الكاس ان شاء الله، وان هو عنده البدائل الجاهزه والبدائل اللي تقدر تعوض اللعيبه اللي غايبه عن المباراه. النهارده كان في محاضره طويله تم الكلام فيها عن فكره بقى خلاص ان احنا لازم نركز في بطوله الدوري ولازم نركز في بطوله الكاس، وعدم يعني الاهتمام بماتش تليفونات بني سويف وعدم الاستهانه بالخصم، وان احنا يعني نلعب كلاعب الاهلي العادي، اللاعب اللي هو الاهتمام بالمنافس وعدم الايه اللي هو فكره ان احنا خلاص بقى المنافس ممكن يبقى فريق من الدرجه الثانيه او كده. لا، كان في اهتمام كبير ان احنا لازم نهتم بالمباراه ويبقى في تركيز فيها بشكل كبير. النهارده برضو يعني في بقى تجربه لاكثر من لاعب، ايمن اشرف يعني في تجربه ليه في مركز قلب الدفاع اللي فيه استعانه بيه، طبعا في نقص شويه في مركز قلب الدفاع، فكان في استعانه بيه النهارده ان هو يلعب، ممكن يلعب مركز قلب الدفاع في ماتش تليفونات بني سويف. النهارده كان محمد نجيب غاب عن التمرين برضو بسبب بعض الظروف الخاصه ليه، اعتذر وخد اذن وغاب النهارده عن التمرين. كان في برضو اهتمام بالكرات العرضيه، وكان في اهتمام بالتسديدات، كان في اهتمام بالكرات الثابته، يعني كان في اهتمام باكثر من حاجه النهارده على المستوى الفني وعلى مستوى اللعب. كان في برضه محاضره بالفيديو برضه يعني حاولوا يجيبوا لقطات لفريق تليفونات بني سويف ان هم برضه يستكشفوها كده بشكل، طبعا بيبقى صعب شويه فكره اللقطات للفرق الدرجه الثانيه، بس يعني قدروا يجهزوا جزء من اللقطات ليهم وتم الحديث في الموضوع دوت بشكل كبير. يعني دي معظم الحاجات النهارده اللي حصلت في التمرين النهارده. استاذ محمد طول الوقت بنشكرك وبنحييك، في ناس ممكن تقول معلومات وهي ما بتبقاش موجوده في التدريبات، انت للامانه حتى على المستوى الشخصي لما بروح التدريب بلاقيك موجود بتتابع كل حاجه عشان المصداقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات، الناقد الرياضي الاستاذ محمد عراقي باليوم السابع. اكيد زعلانين لغايه النهارده، ما اقدرش اقول غير كده لان نتكلم بصوتكم، زعلانين على فكره اللي حصل في مباريات افريقيا، لان احنا لما نتكلم بشكل عام كنا نتمنى البطوله الافريقيه، عملنا اللي علينا، في لعيبه كانوا رجاله بمعنى الكلمه، جهاز فني اشتغل، وهي دي الحقيقه. واكيد في حاله من الاهلاويه احباط شويه، لكن لازم نقوم من تاني ونفوق وبنقفل الصفحه وعندنا كاس، وبعد الكاس يبقى في دوري ونروح افريقيا تاني ونعدل من اخطائنا، وده الاهم، اللي عايز يوصل للتارجت والهدف بتاعه ويبقى حاطط الحلم، كل لاعب قدامه يحط صوره كاس افريقيا قدام عينيه، لان هو ده طريق النجاح اللي احنا اتعلمناه. لكن في ناس ما بتحسش بالجماهير، صالح بتغلب عليه، وعرضنا الكلام ده قبل عشان تصدقوا، عشان ليا تعليق انا قلته الحلقه اللي فاتت، ولكن مهم جدا استرجع معاكم عشان تصدقوا الامانه. ما هو الإعلام ده أمانة. تعالوا نشوف عشان نعلق. اتقال إيه قبل المباراة؟ وما أعتقدش اللي فيه أهلاوي، الأهلي أهم حاجة في الدنيا، والأهلي ينتصر ويكسب كأس أفريقيا ده أهم حاجة في الدنيا، لكن في ناس بتوع مصالح أهدافهم تانية تاني، تعالوا نشوف. الأهلي يغلب النجم ويصعد ياخد البطولة، ولا الخطيب ينجح في الانتخابات؟ حلو. يعني ليا أمنية واحدة؟ ليك إجابة، ليك إجابة واحدة. الخطيب ينجح في الانتخابات لو هي ليا أمنية واحدة، على مسافة واحدة. ما هو أي حد بيهرف أي حاجة ما ينتميش للنادي الأهلي. مش مهم الأهلي يكسب، مش مهم. مش حاسس بجمهور النادي الأهلي. مش حاسس بأي حاجة. الحمد لله يا رب تكون دلوقتي مطمن. أصل في ناس كده ما يعني مسمى بس، اللي تيجي تقول لك ايه ده انت بتشجع ايه؟ بتشجع، لكن ما تعرفش قيمه فانيله النادي الاهلي. انت تشجع افراد لكن ما تعرفش تشجع كيان. ما تحسش انت ب 70 80 مليون واحد زعلوا ما عرفوش يناموا، ولغايه النهارده بيجي لنا رسائل احنا زعلانين، ومن حقه هو، ده احترم ده. وعشان تتعلم اكتر من الصوره اللي عرضناها، النادي الاهلي هو بيستلم الميداليات ما تعرضش حاجه، واللعيبه كلها كانت بتقلعها، لان المركز الثاني ده تقيل على قلبنا قوي، دمه تقيل. فهو ده. لكن هنشتغل وهنقوم وهنقوم فرقتنا
وهنقف جنب جماهيرنا وهكذا وهكذا هتمشي الحياة شغلنا الطبيعي. ده كان مهم جدا في البداية أعرضه لحضراتكم عشان تعرفوا. في ناس تقعد تنظر قبل المباريات المهمة ومش فارقة مع أي حاجة، مش فارقة معاها غير مصلحتها، وده اللي احنا بنحاربه. كلامنا دايما كمان على فكرة الانتخابات كل شوية فكرة المظلومية، الحق فلان شتم، الحق فلان مش عارف ايه بيهاجم، لان انت شايف بعين واحدة، عين الكذب وعين عدم الضمير. طيب هدخل في الموضوع وهدردس مع حضراتكم، لان انا حتى جه رسائل كتير جدا من امبارح ودلوقتي ممكن اقول الاسماء، جنة الرحمن، سيد سلطان، اسماء كتير جدا بعتة. وضح كابتن قصة التسريبات، ما عندناش حاجة يا جماعة نخاف منها اللي احنا نتكلم فيها، انا قلت لكم اللي بيحصل بره هيتقال على الشاشة ايا كان هو ايه. لما اتقال بقى قصة التسريبات ومش عارف ايه، فتقعد تفكر كده ما بينك وبين نفسك تقول ايه ده التسريبات دي، ده الناس جايبة الواحد في قصة البطنية اللي بيقولوها دي وعمال يجهز بقى متفجرات وتمسك بالتسريبات، ولا كان ماشي مثلا بيقول معلومات عن الدولة، ولا مثلا ايه حطيت حزام ناسف في مكرم عبيد عند حديقة الطفل كده وراح افجر الناس. حسيت الواحد عمل مشين. ايه ده؟ فمن هنا ما دام انتوا عاوزين توضيح للناس المحترمة اللي عايزة تعرف، اصل انتوا مش فاهمين في قصص كتير، البعض عايز قصة الانتخابات دي قصة متعبة شويتين، واحنا أول مرة نخش في الجدل الغير طبيعي. ولو الإعلام أو الانتخابات أو أي حاجة هتمس سمعتنا بنقصها أي حاجة، لأن احنا دي أكتر حاجة محافظين عليها وأكتر حاجة حاطينها قدام عينينا عشان ولادنا يبقوا فخورين بينا قبل أي حد، لأن بنحترم أسرنا. طيب تبقى قاعد مع صحاب فيما بينك وما بينهم عيش وملح، وزي اي حد اشرح لكم ببساطة اكتر عشان انا انتوا بتحبوا الجملة دي فانا هكررها تاني. على مستوى الاحياء البسيط بتبقى زعلان من واحد زميلك، تبقى قاعد مع واحد تاني ده زعلني في واحد اتنين تلاتة اربعة، ممكن تشتم وممكن تقول اللي انت عايزه. القعدات الخاصة تقول اللي انت عايزه، تقول اللي انت عايزه، ما تعرفش بقى حد يمسك تليفون جنبك يعمل حاجة مش مظبوطة، انت نواياك. وبعدين الكلام ما فيهوش حاجة تخص افراد خالص. طيب يجي يقول لك الحق تسريب، انا قلت زي ما قلت لحضرتكم من شوية كأنه ايه ده، والواحد كان فيه حزام ناسف وراح يعمل حاجة غلط ولا ايه؟ باختصار عشان ما تدخلش في تفاصيل اكتر من كده، فقعدة خاص اقول اللي عايز اقوله، أقول اللي عايز أقوله في قعدة خاصة طالما حاجة لا تمس الأخلاق، طالما حاجة لا تخص العلاقات المش مظبوطة، طالما مفيش في جيبي جبنة ولا في كرشي جبنة ولا على كتافي حديد، هفضل أقول لكم طول الوقت. ده الشبهة بعينها. ده واحد. اتنين يقول لك مش عارف إيه وبتاع، الحق وشوف. ده إحنا لما بنقول، وهو ده فكرتي معاك وطول الوقت واللي انا بقوله، لما بنقول عمل طيب مش عارف تلاقي الناس اوكي ان شاء الله، ولما يقول لك تسريب الحق فضايح تلاقي ايه ورا بعض. ثقافه لاصحاب النفوس الضعيفه، ما اقدرش اقول لهم غير كده، دي الحقيقه. وما عندناش حاجه خط بنتكلم مع حضراتكم وبندردش في كل حاجه، هي دي الحقيقه. ما يعني اللي يخوفنا اطلع ب 8000 حاجه من النوعيه دي ولا تهز شعره، لان الناس عارفه مين اللي سمعته طيبه ومين اللي تاريخه مطيم بتين. ده تاريخ والله العظيم اصعب حاجه على اي حد اللي يبقى فيه حاجه اخلاقيه وصعبه وعلاقه مش مظبوطه. مش هقول اكتر من كده، هبقى ملتزم الاخلاقيات اللي انا اتعلم. فده اللي يخليك مرعوب وخايف ومش عارف ايه بتاع. لكن تيجي تكلمني ده حتى على المستوى الانساني، اي واحد يبقى زعلان من زوجته ويقعد مع حد تاني في ايه بس وبتاع مش عارف ايه، يقول والله ده انا في واحد اتنين تلاته اربعه مع الصحاب. ده على مستوى الاسره.
في اتنين بيقعدوا صحاب مع بعض ما يشتموش عادي. هو العيب اللي انت تشتم فعل هو طبعا عيب اللي انت تشتم في الشارع، ولا عيب اللي انت تشتم وسط جامعة، ولا عيب، لكن في غرفة مغلقة انت ما تعرفش نوايا الناس. وللأسف في ناس نواياها ضعيفة كان المفروض اللي هم أصدقاء وأصحاب، بس موضوع سهل وبسيط. تتاخد بقى الحق تسريبات، الحق مش عارف ايه، يا عم ما بتهددش، ما انا قلت لكم اللي يهددك ويمس كيانك الحاجات اللي انا قلتها واللي طالعين بيتكلموا فيها ده هم تاريخهم منيل بنيل، والله العظيم في حاجات كلكم عارفينها، وأسوأ حاجة اللي انت بقى تذكرهم بيها طول الوقت. انا يعني ما عايز اتكلم على المستوى الشخصي، انا مش عايز اتكلم في موضوع يبقى فيه شخصنه، لكن ايه اللي توديه للكابتن محمود الخطيب؟ ايه اللي علاقتك؟ مش فاهم. ويقول لك مش عارف ايه الكلام ده، هتشوفوه بعد شويه اللي هيبقى. لكن انا ليا جمله من حقي اللي انا اقولها. انا ما الكابتن صالح سليم الله يرحمه ما علقليش ورقه على الباب وفي الاخر اجي اتكلم باسم النادي الاهلي وممنوع ادخل ناديه عشان تجاوزت في حق المايسترو صالح سليم. أنا ما اتهمتش حاجات تمس رئيس عايش في وجداننا، رئيس عايش في وجداننا ما اتهمتش اتهام ما ينفعش هنتهم بيه وتعلق ورقة ممنوع من دخول النادي، وبقلبه الرحيم يدخلك عادي بعد كده. واحد. اتنين، ما فيش مدير اطلع بره، امشي. ما 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 روقتش اشاعات على المرحوم اللي علمنا اسمه على مسمى الرام ثابت وبطل. ما حصلش معانا ما حصل، مش عايز اتكلم في تفاصيل يعني، ما حصلش معانا سيديهات موجوده، ما حصلش معانا حاجات فيها اخلاقيه موجوده، ما حصلش معانا. اصل لو حصل الكلام ده انا كسفت ما قمتش رحت اقتحمت. يا جماعه ده ناس بتكلمكم على اخلاقيات ويقول لك تسريبات، ده ناس اقتحمت استوديو وبتطلع في الاعلام عادي. يا نهار ابيض على اللي احنا فيه، والله الواحد بيستغرب فعلا. الواحد بيسمع في حاجات ما تخشش العقل. في واحد راح لزميله في استوديو يضربه وعايز يتجاوز حقه احد المخرجين، والامور بتمشي عادي ويكمل عادي. في واحد في مصر الناس اللي هي عايزه تروج الاكاذيب دي شويه، هاني ابو ريده زي الفل، احنا معانا شباب، ناسف زاهر، خالد الغندور، مش ده وتنظر قاعد كده مش عارف ايه الفقره دي اللي في البرنامج مش مظبوط. لا الحته دي مش قناه النادي الاهلي كانت ايه قبل كده. انا هقول لكم كل حاجه النهارده عشان دي مصارحه معاكم. شادي محمد يا اهلاويه، يا اعضاء الجمعيه العموميه، يا محترمين، الحاجات الكويسه اللي هو حكاها لكم في بدايه الحلقه كان شادي كويس وهو ده اللاين الاحترام ومش عارف، ولما يتكلم يقول الحقيقه. ايه ده يا جماعه، ده بيشتم ومش عارف في كده. على العموم في فقرات ورصدنا حاجات مهمه جدا 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 النهارده عشان تعرفوا مين اللي بيخاف عليكم ومين اللي بيحترمكم ومين ومين ومين. الاهم الكيان. قلنا مش هنتكلم في انتخابات، ما اتكلمناش، عرضنا صوره حتى للجميله المحترمه للمهندس محمود طاهر مع الكابتن محمود الخطيب في المغرب، وقلنا ايه الشياكه دي، الناس اللي عماله تعبس ليل ونهار بيعملوا كده ليه؟ مصممين عايزين خناقه، مصممين عايزين خناقه كل يوم كل يوم. وبعد كده يطلع واحد شتم، يجيب لك واحد على الفيسبوك، واحد موتور يقول لك الحق ده بيشتم مش عارف رمز من رموز النادي. يا بيه ما انت، هو انت ما شفتش بعينك كميه الاهانه في الشهور اللي فاتت دي؟ فاحنا ما بنعرفش نتعامل مع حد قافل عين عامل كده، ما بيشوفش غير حاجه واحده بس. طب تتعاملوا ازاي؟ كل ما اتكلم واحد يقول لك فهمت ايه من المكالمه، يقول لك مش واضحه. طب اتذكر فيها اسم اي رمز، يقول لك لا هنشوف. انا مش هدخل في تفاصيل اكتر من كده عشان احافظ على الجميع، ولكن اول ما عملنا الفلاشه كده الكل عمل كده. انا بقول لكم، انا عارف بقول لكم، لكن اتكلم بما يرضي الله.
اخلاقيا الواحد بيحاول يبقى صبور. لا بلاش، لا بلاش، لان في ناس والله الواحد لو عرض الكلام ده في ناس مش هينفع تسمع لهم صوت. يعني انا بتكلم والله بما يرضي الله، والله مجرد ما عملنا الفلاشه كده قال لك الحق بسرعه، اسبق قبل ما خلص بسرعه عشان الناس ما تصدقوش، اصل ده ليه ظهير في الجماهير، كل حاجه رصدنا، اطلع بالصفحات، شغل كام عيل شايل الشنطه دولت بسرعه، يلا بسرعه بسرعه بسرعه، البلوبيف على مش عارف على مين على مين، ايه بسرعه. اساسا انا الكبير والاهلي علمني كده، الكبير يتعامل مع الكبير ما يتعاملش مع الصغير. ملعونه الانتخابات اللي تخلي الامور تبقى كده، ملعونه. ملعونه الانتخابات اللي تخلي سيء السمعه يتصدر المشهد. ملعونه الانتخابات اللي حد بيكبر في السن يخيب. ملعونه الانتخابات اللي تخليك تشوف بعين واحده. تشوف اللي انا ملاك وجميل واللي جنبي شيطان. ملعونه يا اخي. الواحد كل يوم يشوف تطاول، الراجل جاي بيتكلم اربع لغات، مصطفى مراد فهمي المهندس، انا اسف، مصطفى مراد فهمي، اهانات من تحت، ضرب من تحت الحزام، يتبعت ورق. ما هو دايما اللي بيحصل معاه كده بيتهم الناس، يتبعت لك ورق تقول لهم فيديوهات، وفي الاخر يتقال لك احنا مش هقول مكملين، احسن يجي يقول لك كمان يتهمونا اللي احنا بننتمي الفصيل، فهو يبقى احنا كده تسريبات وبننتمي الفصيل، ده تبقى مصيبة سودة مش هنعرف نروح. طالما عندك ثقة في نفسك وراك ظهير جماهيري الناس بتحترمك، ما عندكش حاجة أخلاقية، خش في الحيط وكمل، لأن أنت بتمثل النادي الأهلي الكبير العظيم. فمن هنا خلونا نروح في البداية قبل ما نروح للصندوق الأسود، أكيد زي ما احتفلنا الأسبوع اللي فات كدبونا فيها وقلنا الكابتن محمود الأسطورة كل سنة وحضرتك طيب، النهاردة عيد ميلاد واحد من نجوم النادي الأهلي المحبوبين عند كل الأهلوية، وانت بتقول له كل سنة وانت طيب، تخش على الفيسبوك كله النهاردة عمال الفيسبوك بيهنج، الفيسبوك النهاردة صورة محبوب ومعشوق الأهلوية، واحد أخلاقيات، احترام، أدب، جمال، دامس الخلق. كل سنة وانت طيب أبو تريكة، صديق عزيز محترم قبل الكورة وقبل البطولات. في ناس كده، في ناس كده بتبقى في قلبك، بتبطل وتعيش جواك بالاحترام والأخلاقيات العالية، منهم نجمنا محمد أبو تريكة، ربنا يا رب يرجعك بالسلامة وتقعد وسطنا، والقضاء العادل يقول كلمته، لأن واحد بتاريخك وأخلاقياتك واحترامك للجميع، للأمانة، للأمانة الواحد، أنا بتكلم عن إنسانيات الواحد شافها، البني آدم اللي أنتوا شايفتوه قدامكم في الصورة أكتر من 10 سنين ومن قبلها، وإحنا عندنا 17 18 سنة أو 19 سنة في المنتخبات الأولمبي وغير الأولمبي، صديق عزيز أحترمه وأقدره، ومش عايز حد وإحنا بنتكلم يقول لك برافو ده فعلا، لا، لأن ده واحد عايش في قلوب الأهلاوية، إحنا وحشين وإحنا على المزاج، شويه بنبقى وحشين وشويه بنخرج على المزاج، لكن ده مفيش عليه نقاش، عشان كده لازم نديله حقه. محمد ابو تريكه كل سنه وانت طيب يا نجم النجوم، كل سنه وانت طيب يا ارهاب القلوب، كل سنه وانت طيب وعايش في قلوبنا كلنا باحترامك وباخلاقياتك، ومره ثانيه وثالثه ومليون يا رب ترجع لنا بالف سلام. ندخل في الجد، لان عندنا حاجات وتعليقات للأهلوية ولكل واحد أهلاوي، بنرصد حاجات وبنجمع لحضراتكم وتشوفوا أنتوا الحكم، يا جمهور الأهلي يا عظيم، يا أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يا محترمين، ثقوا في كلامنا وشوفوا إحنا محايدين ولا مش محايدين، شوفوا اللي إحنا بنتجاوز في حق حد ولا لأ، واللي يبرر طول الوقت يبقى خايف، واحنا الحمد لله ما بنخافش. تعالوا نشوف الصندوق الاسود، اول صندوق معانا فيه ايه، ونرجع لحضراتكم.
بعد المباراة كتير من الزملكاوية فرحوا جدا لهزيمة النادي الأهلي، وبعض الجماهير الإسماعيلاوية فرحوا أيضا في هزيمة النادي الأهلي. هل ده طبيعي ومنطقي بيحصل في كل حتة في العالم؟ تعالوا نروح لهذا التقرير من إحدى الكافيتريات لصاحبها اللي قرر أن يوزع عصاير على كل الناس الموجودة بسبب هزيمة النادي الأهلي. نروح لهذا التقرير ونرجع لكم تاني. بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي بهزيمة النادي الأهلي من فريق الوداد المغربي في نهائي البطولة الأفريقية، حادثة غريبة حدثت اليوم في مدينة الإسماعيلية، حيث أن أحد أصحاب الكافيتريات علق ملتقى على حائطها بمنع دخول أي أهلاوي المباراة وتشجيع نادي الوداد اليوم وفرحته بالفوز. للأمانة عشان نتكلم بموضوعية، الكابتن خالد الغندور في التقرير دوت خانك التوفيق، بمعنى اللي احنا بنتكلم على عودة جماهير، ولما نتكلم على عودة جماهير ده احنا رايحين لطريق صعب جدا بالواحد بيشوفه، دي رقم واحد. رقم اتنين، لما بنتكلم كبرنامج هنا على عودة جماهير بنتكلم على جماهير الاسماعيلي وبنتكلم على جماهير الزمالك وبنتكلم على جماهير الاهلي وكل الاندية الجماهيرية. فانا النهاردة لما اشوف الكلام دوت يبقى رايحين لطريق صعب. يبقى احنا ما استوعبناش الدرس، ما استوعبناش اللي فيه 72 ماتوا، ما استوعبناش اللي فيه امور صعبة. قبل كده قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا الكلام ده بيودينا لحاجة صعبة. ايوه، في مش حنكر اللي فيه حد ممكن يتمنى الاهلي الزمالك بيلعب فتلاقي اهلاوية، لكن ده مش قاعدة، ده مش قاعدة. في ملايين بيتمنوا للزمالك يكسب، في الاهلي بيقابل الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا الاهلي بيلعب فتلاقي جمهور تاني عايزه يخسر، لكن دي مش قاعدة. والدور الاعلامي ما ينفعش يبقى كده، ده من وجهه نظري. الدور الاعلامي ما ينفعش يبقى كده، لان احنا بنتكلم وقلت لكم الفكره دي، نفسي الجماهير ترجع. مثلا الاهلي بيقابل الاسماعيلي، لما تخيلوا في الملعب قبل المباراه عماد متعب يوجه كلمه ككابتن الفريق لجمهور الاسماعيلي بكل ود وحب، حسني عبد ربه كابتن الاسماعيلي وجه لجمهور النادي الاهلي، من هنا هيروح التعصب. لكن الكلام دوت بيودينا الموت، ولسه الجماهير ما رجعتش. كمان خالد الغندور كان ليه مبادرة كويسة وهنا شكرناه، مبادرة مع جمهور النادي الأهلي المحبوس، جمهور الزمالك المحبوس، قلنا ده كلام محترم، كلام رائع، كلام 10 على 10. لكن النهاردة أشوف واحد عايز يعمل شو والناس تروح تصور في كافيه، يا راجل هي دي الأخلاقيات؟ تقول لي أنا شجع فريقك بس، لكن ده اسمه حالة احتقان كبيرة جدا بسبب اللي احنا بنشوفه. لو يعني انا بشوف لو ما كانش اتذاع كان خلاص ما حدش عارف عنه حاجة، والاخ اللي عايز يتشهر اللي طلع ده حاجة عيب جدا. لو بالمناسبة لو حد من الاهلي عمل كده انا اول واحد انتقده على القناة. لكن استغرب برضو اللي في ناس فرحتها اللي الاهلي يخسر، هي دي فرحتها. شجع فريقك، قول اخطائه. طب انت يعني انا ممكن ابقى متعصب بقى وارد الرد اللي يحرج والرد الصعب، لكن مش عايز اروح للمنطقه دي، مش عايز اروح للمنطقه دي. احنا دورنا نوعي الناس، ودورنا نقول للجماهير خلي بالك. شفنا جماهير الاهلي شكل محترم جدا في افريقيا، شفنا جماهير الزمالك في مبارياتها، شفنا جماهير كتير جدا. ايه ده منظر صعب جدا بصراحه. وفي الاخر يقول لك استوعبنا الدرس، انا استيعاب للدرس. طب انت ترجع ازاي النهارده المدرج بالروح دي؟ على فكره كان معانا حاجات برضو في اسماعيليه حصلت من اسبوعين في مباراه للنادي الاهلي، وتجاوزات غير طبيعيه. ليه يا ابني انت وهو؟ ما رضيناش نعمل الكلام ده عشان احنا عايزين الجماهير ترجع، عايزين تشجع ناديك وقاتل ورا ناديك وحب ناديك وقف جنب ناديك وشجع لعيبتك، لكن مش عاوزين الطريق ده، الطريق الصعب جدا.
نسيتوا الموت يا اخي؟ ما تحسوا شويه. نسيتوا الحدث كان جلل؟ نسيتوا الناس كلها وفي الاخر نرجع نعيط الجماهير الدوري ومش عارف ايه؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ واللعيب يطلع يقول لك اشتغلت في فرن والتاني، انا بشوف اللي ده كان اهانه اساسا. اللي اشتغل مش عارف ايه واللي اشتغل مش عارف ايه واللي اشتغل مش عارف ايه. ليه ثقافتنا كده؟ انا مش بهاجمك، لكن مش منطقي ولا طبيعي اللي انت مولع الدنيا ومقعد الناس ويقول لك ممنوع الاهلاويه يحضروا ويوزع عصير ومش عارف ايه. طب يا اخي ما دام انت قلبك رحيم قوي كده بدل الفلوس اللي انت وزعت بيها العصير اديها لحد غلبان ما مش عارف يتعشى. انا بكلم باللغه الجماهير، ده اللي انا اتعلمته. اعمل اي حاجه كويسه، لكن خلق تعصب والله انا بشوف لو حصل يعني 1% مشكله الناس دي مكانها تتحاسب، الفيديوهات دي تطلع وتتحاسب. فده بالنسبة لي ده مهم جدا جدا. لكن أتمنى زي ما اتكلمت فريق بيلعب نهائي قبل نهائي مع كل الأندية، الفرقة تخسر تلاقي أول حاجة يروح للجماهير، والجماهير وهو خسران بطولة هيقول لك إيه؟ غير هيهاجم فرقته، غير مش هيحترم لعبته. ما فيش ثقافة ناس كده، ما بتعرفش تتكلم، فبتستغل حالة الغضب اللي عنده. فبلاها ده، بلاها ده. ده احنا بنقول ثقافة الجماهير بتتغير، اروح جايب السيء واعرضه في كل القنوات بالمناسبه. بلاها ده، بلاش ده، اخد الكويس ولا نقعد تاني ونحط ايدينا على خدنا ونقعد نعمل كده يا رب الدوري يرجع، والنبي نكلم سياده الوزير ويمن علينا عشان الدوري يرجع ونرجع الجماهير ونطلع محبوسين ومش عارف ايه. والاول ما يتمسكوا يروح جاي يقول لك ده غلبان، ده ظروفه هي طريق ما بيتغيرش. فالاخ اللي عمل الكافيه بتاعه لمسرحيه هزيله، مسرحيه هزيله، دي مش كوره. الكوره بتقرب الشعوب. تخيل ان احنا ما بيني وما بينك ساعه، ما بيني وما بينك ساعه، شجع فرقتك. تجاوز ده، تجاوز عشان جمهور الاسماعيلي المحترم. انا احكي لك واقول لك اللي انت ما تعرفوش، وخصوصا التراس اسماعيليه كان اسمه اليلو دراجون باين. لما حصل حدث جلل، عارفين مين اول ناس كان جوه التتش موجودين؟ كان جماهير الاسماعيل، كان جمهور الزمالك. انا بقول لكم الحقيقه، اول جمهورين اتفتح باب النادي هم جمهورين قاعدين من صباحة ربنا ماشيين الساعه 12 واحدة بالليل من النادي، قعدوا العزاء، اخذوا العزاء مع جمهورهم. نبني على ده، نبني على ده. لكن العقليات دي انا مش شايف هو ده، دي كوره؟ هو دي 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 ده تعصب اعمى بيودي لطريق مش لطيف. على الله تفهم، على الله تفهم. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه ونرجع لحضراتكم. عندي صورة ترددت كتير ان انا ازاعها، بس في النهاية قررت ان انا ازاعها، لانه مهم جدا انها تزاع وان انتوا تسمعوها وبعدين ارجع اعقب عليها. خلينا نسمعها بالصوت والصورة. بيسا يا رب يا رب بيسا بيسا Thank you.
الحقيقه استوقفني حاجتين. الاولى انه الخطاب اللي اصدره اللي هو شيرين شمس، والخطاب واضح جدا يعني، وانه لازم يطبق على الجميع، انه عدم التدخل بطريق مباشر او غير مباشر لاي حزب او تيار او قائمه مرشحه او فرد في المعركه الانتخابيه او حضور الندوات الخاصه بالمرشحين، الالتزام بمكان العمل وعدم الانتظار بالنادي بعد مواعيد العمل الرسميه، من يخالف ذلك سيتم ايقافه عن العمل وتحويله الى الاداره القانونيه لاتخاذ اللازم، وعلى الساده مدير الافرع والادارات متابعه وتنفيذ ذلك. اللي استوقفني حاجتين، اولا كابتن بيسا دي رئيسه قطاع الهاندبول لمرحله سنيه معينه داخل النادي في البنات، فاذا بيسا بتعمل في النادي، هي لازم تستميت من اجل ابنها، ده حقها، ده ابني مرشح فلازم اموت نفسي عشانه، محدش يزعل من ده خالص يعني. ويعني وهو الحال اثبت وجوده بشكل كويس في المجلس اللي فات يعني. بس ان انا اجيب اطفال، اولا بيسا بتعمل في النادي يبقى هذا الخطاب ينطبق عليها. نمره اتنين، ان انا اجيب اطفال، ما هو الاطفال دول برضه في النادي. اطفال لعبه الهاندبول وحطهم في النادي، ودي ندوه قائمه المهندس محمود طاهر على فكره اللي كانت في النادي، هو كان راجل ساعتها في المغرب. اطفال بهذا العدد ودخلهم في الندوه ويغنوا ويهتفوا، ده مش طبيعي. ده يعني اصلا بدون هذا الخطاب مش مقبول، وبعد الخطاب بتاتا غير مقبول. ادي الكلام امام حضراتكم، ودايما زي ما قلت في البدايه انا عامل كده، باصص بعين واحده لجبهه واحده، ما دي مش اصول، وده مش حياد، وده ملوش دعوه للمره المليون ملتزمين الحياد، ده ليه دعوه بالعدل، ليه دعوه بالعدل، مانيش دعوه بشمال ولا يمين. اللي قدام حضراتكم وكابتن من كباتن الاهلي، ولا دي كمان هتنزعها مننا، فمش عارف. فمن هنا هوضح لحضراتكم وتشوفوا اللي احنا بنقوله صح ولا غلط، وانتوا الحكم، وانتوا الحكم. بيتقال في الكلام اللي كابتن بيسا ابنها الاستاذ مروان نازل انتخابات، هو كان عضو مجلس اداره، من وجهه نظري دلوقتي خلاص احنا في انتخابات، هو يعني سابق والانتخابات جاي، تمام؟ ف شغاله في النادي، فما ينفعش تجيب ولاد، فالولاد ال 15 20 دولت ما ده مخطوفين، هي خطفتهم من اهاليهم و و و و و وموجودين، مش فاهم. اكيد اهاليهم قاعدين في الندوه بيسمعوا بيشوفوا يقيموا ياخدوا يشوفوا تصوراتهم ايه، بيسمعوا مقتنعين بالكلام ولا لا عشان ياخدوا قرارهم، ده طبيعي. فمن هنا غلط الاطفال يحضروا، موافق معاك، موافق، هو ده الاهلي بالمناسبه. ايه رايكم؟ انا متفق مع الكلام، رغم ان ما اتفقش في حاجات كتير مع الكلام اللي بيتقال ده، لكن دي انا متفق فيها. ما ينفعش، ما ينفعش حد شغال جوه النادي يدخل نفسه من قريب او من بعيد شبهة. طول الوقت هفضل اقول كده، تمام، اقعد اروح بشكل فردي، اقعد جماعة، اقعد اسمع، لكن يبقى الحيادية بقى ولا المهلبية؟ ده بقى شغل مهلبية. عارفين ليه؟ هقول لحضراتكم دلوقتي، عشان انا عندي النقطتين بتوعي اهم من النقطتين اللي انتوا سمعتوه. يعني لما يبقى عندك اتنين من المنظومة الإعلامية أول مرة تحصل في تاريخ الأهلي يطلع يقول لك بأيد فلان، اتنين ده علني قدام مصر كلها ومسؤولين، ينفع؟ طب حضرتك ما العين الواحدة دي ما شافتش ليه؟ أدي واحد، اتنين وريني الصورتين اللي معانا عشان نشوف. أنا معايا بتاع 20 30 صورة بس، وريني ده بقى جوه التمرين. أنهو عدل ده يا ربي؟ هي دي حيادية؟ أنا بعيد أهو، أنا ولا هنا ولا شمال ولا يمين، بس ده العدل بتاع ربنا. ولا طب ده ولاد جوه التدريب أهو، ما قلتش عيب على الصور دي ليه؟ صالة الجمباز ومرشحين موجودين، والبنات الصغيرين بيتمرنوا، ده دول ما راحوش الندوة. ده دول جوه التدريب بتاعهم، ده العدل بتاع ربنا يا اللي بتقوله شادي مش محايد؟ ايه رايكم؟ عايزين طب انتوا عاوزين ايه؟ اكذب؟ اكذب ولا اقول ايه اهو امام حضراتكم؟ طب
والله العظيم انا معاك، والله العظيم انا معاك في كلامك، لان كل رموز اللي اشتغلنا معاهم قالوا كده معاك. لكن زي ما قلت ده، هات ده ولا ده وحش وده حلو. على انا بتكلم على الاثنين. انا دوري هنا اعلامي، مش دوري هنا لابس تيشيرت في الناحيه دي او الناحيه دي، ما بعملش كده. فايه راي حضراتكم؟ ده كمان غلط؟ ايه رايكم؟ انا بشاهد كل اعضاء الجمعيه العموميه، وبشاهد كل جماهير النادي الاهلي، انتوا معانا في الصوره. ده العدل؟ دي الحياديه؟ طب حضراتكم تفسروا بايه الكلام ده اللي هنا ما ينفعش، وفي بيان خرج من المدير التنفيذي للنادي الاهلي ينطبق على الجميع، لكن هنا ما بتقولش حاجه خالص. ما هو ده مش عدل ربنا. الظلم وحش، الظلم وحش، هي دي الحقيقه. ده ظلم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. مش عارف، زي ما حصل هنا حصل هنا، لكن للاسف العين الواحده. فاحنا دور الاعلام ادور اجيب عدل ربنا فين. هو ده عدل ربنا، عشان نوايانا يعلمها الله، وفي اللي اهم من الجميع ربنا سبحانه وتعالى. في يوم هنتحاسب، هنتحاسب. وهنصحك نصيحه، والله اعضاء الجمعيه العموميه عندهم وعي لكل حاجه وفاهمين كل حاجه من غير ما احنا نقول لهم. بلاش بقى تضليل وضحك على الناس، عشان كده كتير وكده صعب جدا. ومره تانية يا جماعه، الصوره هنا وهنا غلط. الاطفال مكانه يتدرب، مكانه تبعده، مدربه ما يتدخلش، وسيبوا اعضاء الجمعيه العموميه يختاروا. وده الصح، وده الاهلي، وده اللي احنا اتعلمناه. لكن اللي انا بتكلم عليه ما ينفعش ابص بعين واحده، وهو ده اللي احنا معترضين عليه. وطول الوقت ببين للناس اللي في خطأ في حته واحده مش حقيقه. فين بقى الميثاق الاعلامي والشرف المهني والحياديه والشفافيه والمهلبيه وطول الوقت اللي احنا بنتكلم عليه؟ جمل بس بتتردد، لكن فعل ما فيش على الارض حاجه. لكن ده عدل ربنا اللي انا عرضته لحضراتكم، ولا دي تزعل حد ولا دي تضايق حد. العدل هو اللي يسود هنا وهنا. روح شوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه ونرجع لحضرتك. لما راحوا ومشوا الشركة وخدوا القناة، كان الأستاذ مازن الصديق الزملكاوي طبعا، مازن مرزوق طبعا قعد سنتين ونص، وكانت مراته هي المسؤولة عن الشركة اللي هي شركة بيسك. يعني رئيس القناة ومراته الـ يعني الخصم بتاعه. انت متخيل؟ يعني انت متخيل ان رئيس القناة سنتين ونص ممكن يدردش مع مراته في طبيعي، مراته مش بنت عمه يعني، مراته بيتكلم في الموضوع بتاع قضية النادي الاهلي. قضية النادي الاهلي انت هتمشي ان شاء الله، يعني هتمشي من النادي الاهلي وانت سايب 130 مليون جنيه، 135 مليون جنيه على النادي الاهلي وملزمين. وغير اذا كنت انت شايف ان انت طورت قناة النادي الاهلي لما رحت واقتحمت وخدت القناة، طورتها بالأهداء اللي يعني مش عايز برضه، انا بدور على كلام كويس يعني. اكيد اكيد مش مرضي اللي بنشوف قناة النادي الاهلي. قبل ما اخش على الجزء الفني اللي خاص مباراة بكرة، استاذ شكري بعت لي بيقول 134 مليون تقريبا دي غرامات مصر، 14 مليون غرامات شريف عبد الفضيل وجده، 11 مليون كوليبالي، يعني تقريبا شراء كوليبالي، مع ان انا متوقع ان الفلوس اللي هترجع اكتر هترجع. خساره رمضان صبحي، محمد فاروق
محمد فاروق عامل موسم غير طبيعي مع المقاولين دلوقتي، من احسن لعيبه في مصر دلوقتي. ده 5 مليون تقريبا محمد فاروق، 4 مليون محمد رزق، 3 مليون مصاريف اللائحه الاسترشاديه، و 3 مليون مصاريف المحامي اللي في قضيه شركه مصر. تري على قناه النادي الاهلي، هو اللي وراك ده ورا حائط ولا انا مش فاهم؟ بكلمك بجد، انما للصبر حدود. وهرجع اقول تاني، عمرو ده فكره والفكره لا تموت بجد، زي ما شفته في البدايه قال لك الاهلي يخسر مش مشكله. على العموم انا هتكلم، والشخصيه اللي امام حضراتكم محدش يقدر يشكك على اهلاويتنا، ولا دي كمان هنختلف فيها، فكنت شاهد على الاحداث كلها واحكيها لحضراتكم. ادي واحد. اتنين، معلومات مفيش معلومات خالص. رقم ثلاثة، يا اخي يا اخي لسه اعلاميين مفروض تطور من فكر الناس، يجي يقول لك مراته ومش عارف ايه، عيب بقى. انت عارفين مدام نهال البشري دي اول رئيسة لقناة النادي الاهلي في 2007، في 2007، شخصية محترمة مهذبة في منتهى الاخلاق. كان ليا وقع معاها، او في 2008 كان ليا وقع معاها، كان اخذنا الدوري العام او الكاس وحصل ظروف والكاس كان معايا، فكانوا عاوزين يطلعوا بيه في القناه. الشياكه والاحترام وهي بتطلب الحق، المفروض ده طبيعي جدا يروح لها، والست في منتهى الادب والاخلاق. تعالوا ارد على الكلام اللي انتوا سمعتوه، لان في جزئيتين مهمين عشان حضراتكم تبقوا عارفين وتبقوا معانا في الصوره. اول حاجه، 2008 مدام نهال البشري كانت موجوده، بعدها كان الاستاذ خالد توحيد، وبعديه الاستاذ مصطفى جمعه، وبعديه الاستاذ محمود البط، تمام؟ دول الاربعه. فين مازر مرزوق؟ معلومات صفر. مش فاهم انت معاك ناس يعني بتوديك فين على الهوا، لكن انت عشان نفس الفكره، اصل الرجل الثاني، الرجل الثاني ما ينفعش يبقى الرجل الاول ابدا. انا دايما بقول لكم كده، السنيد سنيد، اللي عيني تقول له قول كذا ما يقدرش يحيد. والله العظيم ده اللي بيحصل. فانا برد لحضراتكم عشان تبقوا معايا في الصوره، تاريخ قناه النادي الاهلي. انت معترض اللي قال لك حصل اقتحام، طيب الراجل بيتكلم على مدام نهال البشري والاستاذ مازن مرزوق اللي هم موجودين مع بعض، ده ما كانش موجود خالص داخل قناه النادي الاهلي. ده واحد في 2014 وما كانش رئيس القناه بالمناسبه، وكان رئيس شركه الاهلي وقعد وقت صغير جدا، وقبلها مدام نهال بشري كانت اول رئيسه لقناه النادي الاهلي من الاي ار تي. طيب دي نقطه بس عشان اوضح الصوره، معلومات صفر، خلاص خلينا متفقين على ده. رقم اتنين، قال لك اقتحام ومش اقتحام، نفس الفكره اللي بيصدروها للجماهير. الاهلي يا بين عمره ما كان بلطجيه، الاهلي ناس من كلنا متربين، بس بدور على حقوقي. عايزين سر من الاسرار، ايه السبب اللي حصل كده ليه؟ مشوا العمال الغلابه، هقول لكم بالظبط. ويا جمهور الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، اوعوا تصدقوا ثلاث حاجات هيبتدوا يروجوا عليها وانا مسؤول عن كلامي. هيكلمك عن لائحه استرشاديه، هيكلمك على فلوس مسك، هيكلمك على ال 600 مليون والاهلي خسر 600 مليون، وانتوا فاهمين التفاصيل ليه. انا هكلمكم على نقاط مهمه جدا، ليه الاهلي يتحرك ويعلم الله. وانا دي اللي انا هقوله ده المفروض ما قالهوش، لكن ما ينفعش اخبي حاجه على الجمهور. ما دام بقى الورق بقى مكشوف للجميع وهنبتدي شغل الانتخابات هيودينا المنطقه مش 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 مش, مش كويسه، والاحترام والصمت هو مش ضعف، دي قيم ومبادئ، لكن احنا بنتكلم برضو باخلاقياتنا. رقم واحد اللي الاهلي يتحرك عشان ثلاث نقط. اول نقطه، في اكتر من 74 عامل اتسرب معلومه اللي هم هيمشوا، فاضل لهم اسبوع ويمشوا، تاكد بالفعل. ادي اول 74 او حاجه و60 واحد، دول كان مرتباتهم بسيطه جدا مش عاليه قوي، والواحد منظر كان صعب جوه مدينه الانتاج الاعلامي، ملهاش اي دخل غير قناه النادي الاهلي، ظروفها صعبه جدا، كل واحد ده كانوا عاملين جمعيه وما بينهم وما بين بعض. طب نعمل ايه؟ فريق العمل مش عارفين نعمل ده، احنا خلاص علينا الدور بعدهم. بعد شهر
ابتدى يتروج لفكرة ان القناة هتقفل من تاني. الله، هم عايزين ايه؟ فعرفنا بعض المعلومات من حد كان معشوق جدا، واسمحوا لي مش هقدر اقول الاسم، قال للعمال الباقيين كان حاجة وستين عامل ايضا، راح قال لهم خلي بالكوا ده الشاشة هتتسود، واخر يوم هيبقى اليوم الفلاني، كان فاضل 14 يوم. قالوا بس اوعى تقولوا عشان المعلومة دي انا سمعتها في الاي ار تي اللي هي شركة مسك. طبعا العمال حصل توتر عايزين يوصلوا للنادي، المهم حد منهم عشان النادي مسؤول بنسبة 51 والشركة 49، ده اللي انا اعرفه. فوصل للنادي الفكرة، النادي قعد يدور على الموضوع، اتضح اللي فعلا خطبه المدينة وخطبه مش عارف وزارة الاستثمار عشان يسودوا الشاشة. النادي عارف في الوقت ده، جماهير النادي الاهلي افتكروا يا جماهير الاهلي لما وقفتوا جنب البرنامج ده من سنة ونص ولا سنتين، لما كان يتقال مش عارف رئيس نادي عايز يقفل البرنامج وانتوا وقفتوا حائط صد، فاكرين؟ بس انا مش هرجع للكلام ده، بس انا بحكي لكم من سنة بالظبط الكل كان ساير على القناة، فاكرين؟ على مستواها وكل برامج البث، والناس مش عايزين يشتغلوا، مش عايزين يطلعوا البرنامج هوا، مش عايزين. انا بحكي لكم الحقيقة، وابتدى يجي يقول لك مش عارف ايه. طب هحكي واقعة يشهد ويعلم الله، يعلم الله سبحانه وتعالى على اللي ده حصل بالفعل. شركة لقيت الموضوع، الجماهير بتنتشر، اليوتيوب ابتدى البرنامج خلاص يدخل قلوب الناس، كنا ممنوعين من اللي انت تعرض اغاني جماهير النادي الاهلي، ابتدينا نعرضها وتدخل قلوب الاهلاويه والناس تحفظ معانا اكتر واكتر. ففي شركه جت جايبه ثلاث اعلانات للبرنامج، واتذكر هقول الاسماء، استاذ محمد صبحي، شريف علوبه، وفتحتهم في الموضوع ده، او كانوا شركتين اعلانات هياخدوا على مدار، لكن هم كانوا واخدين القرار وانا ما اعرفش. فتقعد معايا قال لي بلاش خلاص مش هينفع، كنت يعني كان في اعلانات جايه. فمن هنا النادي الاهلي اتحرك، ده خلاص القناه كان فاضل لها اربع ايام وهيسودوها من فبالتالي الحرب بقى تشتغل، مش عارف ايه، الشاشه اتسودت، فاتحركت عشان احمي. هم نفس الناس اللي بيهاجموا الاداره عشان مستوى القناه، اللي هم سابوا مسك وراحوا فتحوا مع برزنتيشن. انا بجري عشان خلاص عمال اتقفل بيوتها، ده واحد، والله دي الحقيقه، والله دي الحقيقه. اتنين، ناس مش عايزه تشتغل، خلت كله مسجل ما عدا برنامج، لغوا برنامج ملك وكتابه وما سمعناش حد اتكلم، وكنا زعلانين جدا، وكنا بنتواصل مع المهندس عادل القيعي ويشهد ويعلم الله اللي احنا كنا بنقول لازم ازاي، وكنا زعلانين. واسمحوا لي للمهندس عادل القيعي اللي انا اقول حاجه والنوايا الصادقه تبقى موجوده، حتى المهندس عادل القيعي رفع عليهم قضيه عشان قفلوا في ظروف غامضه. دلوقتي مسك 134 ومسك وبقت حلوه وفله، الغرض مش كده، الغرض النوايا اللي مش صادقه، الغرض اللي انت توقع ناس على حساب ناس، هي دي الحقيقه. والسنيد يطلع بقى يزيد في الزيطه، وده اللي بيحصل وده الحقيقه، لكن معلوماتك صفر، زي اللي عماد متعب عمله في الماتش، معلوماتك صفرين على راي مانويل جوزيه. فما تطلعش والنبي تزيد، ما دام ما تعرفش حاجه شجع الاهلي من بعيد، لان انت بتشجع اشخاص ومصالح، فما تعنينيش. وانا قلت عنك انت فكره والفكره لا تموت. الجزئيه الثانيه اللي هو اتكلم فيها الارقام والخسائر وبتاع، انا لازم النهارده جه اليوم اللي اقول فكره قالوله وقال له الحق بيقوله، احنا عايشين عليها، الحق بيقوله في قناه النادي الاهلي اللي المجلس ده عمل كل حاجه، واحنا قلناش كده، قلنا كل الاجيال مكمله لبعض. كابتن حسن تعب جدا، واحد من الشخصيات المحترمة بمجلسه بالكامل، الفريق مرتجي تعب جدا، الكابتن صالح سليم تعب جدا، كلهم، الكابتن عبد الصلاح حلوة، كل رؤساء النادي، والكل كمل بعضه، ده اللي احنا بنقوله. قالوله عايز اضرب، ده بيقوله ده على السوشيال ميديا، طب ما تجيب فيديو بقى. بالمناسبة بيروجوا اللي فيه تسجيل تاني، يا بيقول ما بنتهددش،
عايز كرسي يملى على حسابنا، مش حدش هيعرف. الاهلي عندنا اهم، وهنا رسالتي لجماهير الاهلي. الكلام ده كده، بصوا يا جماعه، اتقال في الكلام اللي حضرتك بتقول ده الجزء الثاني من الفيديو. انا رديت على جزئيه القناه، مش عاجبك القناه استنى على جنب شويه، القناه فيها اولادها، ومحدش فيكم اشتغل رئيس قناه قبل كده عشان يجي ينظر. كلكم بتاكلوا عيش، بتروحوا تعملوا برامج وتمشي من هنا تروح هنا تروح هنا تروح هنا، فما اشتغلتوش رؤساء انديه تنظروا. اللي انت تعمل برنامج للاطفال وبرنامج حياتي وبرنامج للطبخ، ما عملتوش كده قبل كده. فكلكم اشتغلتوا متقيموا زي اي حد بيشتغل. هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. فما تقعدش تنظر قناه الاهلي، ما بتفرجش عليها. يا بيه انا بقول لك بيتبعت لنا، بناخد الدواء عليها وبنذاكر عليها، مش عشان خاطر البرنامج ده ولا غيره، عشان الناس اي حاجه عليها لوجو الاهلي بتعشق الاهلي. مش عشاننا، هنمشي وريحكم للضرب اللي بتعملوه. ما بنستناش حد يمشينا لان عندنا كرامه، بنقعد في المكان بكرامتنا باسمنا بتاريخنا، ولا بنجري عشان حد نستعطف، ولا ما عندناش الكلام ده. والحمد لله رب العالمين، اشكر النادي الاهلي واشكر والدي الله يرحمه. شخصيتك قبل الانتفاع، اوعى تبيع كرامتك. اما تروح مكان تروح وانت كبير، فاحنا بنعمل ده. الفيديو الثاني، الجزئيه الثانيه في الكلام، قال لك شريف عبد الفضيل ومش عارف، هي الفكره اللي بيروجوا فيها واللي انتوا هتشوفوه بعد شويه. الحق شريف عبد الفضيل كان ليه فلوس، كان ليه ومش ده مشي عليه ديون، والاهلي عليه ديون مش عارف 200 حاجه و40 مليون. يا بين وانت بتبعت لك ورقه تكرروا نفس بغبغانات، بتكرر نفس الكلام. طب ما انا ممكن اقول حاجه شاهد عليها ابو تريكه قالها لي، ومحمد فضل ومحمد بركات، الناس دي لما مشيت من النادي الاهلي وانهت مشوارها مع النادي الاهلي كان ليها فلوس، فلوس اللاعبين بالعاملين كانت تتعدى ال 92 مليون جنيه. وكان مجلس الكابتن حسن حمدي هو قال كده، وكان في ثورتين. ايوه كان في ثورتين، هي دي الحقيقه. وكانت البلد في ظروف صعبه. وبنشكره على المجهود اللي هو عمله. ولما جه الكابتن حسن في اخر مؤتمر ليه قال الجمله دي، صدقوني بقى لان انا مذاكر كويس، قال الله يكون في عون اللي هيجي من بعدي هيرث تركه ثقيله. جه المهندس محمود طاهر نجح اشتغل، سدد لبعض اللعيبه اكتر من 12 لاعب الديون اللي هي كانت الظروف البلد صعبه، هي دي الحقيقه. اقول لي ده شكرا واقول لي ده شكرا، لكن انت ما طورتش يا عم. مين اللي قال؟ قول لي ده شكرا وقول لي ده شكرا. يقول لك مبنى ده الوزير هو اللي جاب في احد الندوات، اتقال الكلام ده لكن ما جبتهاش، عشان بتبص بعين واحده. بص بالعين، قول لي ده شكرا اللي انت كملت اللي قبله. بس سهل وبسيط. لكن عايزينها حرب، عايزينها صراع، عايزينها قوه، عايزينها البقاء للاقوى، عايزينها مصالح، عايزينها تقيد نار. لكن الكابتن محمود الخطيب المحترم والمهندس عادل القيعي والمهندس محمود طاهر المحترم قابلوا بعض خلصوا الكلام كله. بنبتدي من تاني يوم نسمع كلام غريب. فحضرتك لما تيجي تتكلم يبقى عندك معلومات، ما دام مش عارف حاجه. واللي زيك اصلا ما بيحسش بالغلابه. اللي زيك يشتغل الرجل التاني، يبقى 10 على 10. وبذكركم بعد شويه هتشوفوا كل المداخلات اللي بتدخل مضروبه. مفيش حد في العالم بيدخل مداخلات يبقى كله في اتجاه واحد، بدليل لما بنفتح بما يرضي الله بتلاقي البعض بينتقدك لكن ما بيخرجش على النص، ولما بتفتحوا المداخلات الحقيقيه بنسمع الفاظ لا تليق بتدخل بيوتنا. فمن هنا اسمعوا الحقيقه، وعاهدنا الله سبحانه وتعالى اللي كلمه العدل والحق هي اللي هتمشي. شفنا ناس في ثورات بتموت قدام عينينا عشان حريه تتكلم براحتك، مش عشان تبقى تابع. هي دي الحقيقة. نروح نشوف الفيديو اللي بعد كده ونرجع لحضرتك. يعني ده من جريدة الشروق
طبعا الجهاز ده على مسؤوليتي. نفس الكلام اللي قاله عمرو عبد الحق، خدوا بالكم معايا يا جماهير النادي الاهلي يا محترمه، اوعوا تخلوا حد بالاهداف دي يستفيد من ورا الاهلي. الاهلي ليه ولاده المحترمين. فمن هنا شوفوا حضراتكم، انا مش ههاجم، انا بقول لحضراتكم نفس الكلام. الكلام ده كان متجهز من مباراه تونس بالمناسبه يعني. ف اللي قالوا من شويه شريف عبد الفضيل مش عارف حجازي ومش عارف مين، ومين يقول للاعيب راح الدوري الانجليزي؟ لا، وكان قاعد ضاغط على الجهاز الفني مش عايز، واحنا الاهلي اللي يلعب يكون شاري الاهلي، احنا اتعلمنا كده لان بيتقال لك كده قبل ما تيجي الاهلي. عاوز الاهلي؟ ايوه عاوز. كل شويه كل يوم اللاعب بيدخل الجهاز الفني 3-4 مرات. حجازي لاعب محترم ومؤدب جدا بس عنده حلم الدوري الانجليزي. طيب اتقال في المقاره خسائر 280 مليون جنيه. يا نهار ابيض خسائر. هو من شويه الناس كلها كانت بتكتب مليارات وبتاع، والصوره موجوده وتحت هنا المقاله في الشروق وصفحه كامله على النادي الاهلي. يا عم عايز تسقط ناس قول لهم اسقطوا وخلاص، قول لهم ما تدخلوش، ولان احنا خلاص عملنا اجتماع جوه الجريده واخدنا اتجاه بقياده حد شغال جوه النادي. عايزين حاجه اكتر من كده؟ ما انتوا بقى هتقولوا لنا تسريبات، ما انتوا عارفين اللي ما ينفعش مع الاهلي كده. ينفع العدل والحق، ينفع الصوره الجميله المحترمه اللي شفناها ما بين الرموز اللي نازله، هو ده اللي ينفع. لكن ما ينفعش ده، ما ينفعش الوعود يا جماعه. سيبوا الاهلي في حاله، بطلوا عبث بالاهلي صدقوني. خسائر ايه يا راجل؟ ده اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. قال لك مش عارف رمضان صبحي كارثه زي ما اتقال من شويه من البيت، نفس الكلام المتكرر. رمضان صبحي ده راجل جايب لي مش عارف 6 مليون واسمع عشان النوايا خالصه، راح جاي الدولار ضارب لفوق ب 20 جنيه و22 جنيه. ما تكلمكش ليه اللي انت دخل لك 8 مليون مليون دولار من تريزيجيه ولا من ايفونا؟ ما تكلمش ليه على شكل جميل؟ فنشوا مجلس الإدارة الحالي وعملوا الكابتن حسن ومن قبليه الكابتن صالح، الكل ساهم، الكل ساهم. لكن يجي يقول لك إيه؟ ده قالوا له شغل لنا على النغمة الكذابة دي، كلهم بيعملوا كده. قالوا مين اللي قاله؟ مين اللي صرح؟ ده محترم وده محترم، والكل ولاد الأهلي محترمين. عمرو عمال عبد الرحمن من شوية خساير 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 وادي الشروق. طب روح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه عشان تضحكوا معايا. ضياع اللقب الافريقي يفتح ملف احزان الكره الحمراء. فريق الكره كلف مش عارف ايه 600 مليون في 3 مواسم دون خسر 9.5 مليون دولار لعدم التاهل. عارفين لو اقول لكم على حاجه، ده المقاله دي في باب ما بينهم، دول فاتحين على بعض. ده هم جماعه قولوا لي هو المبنيين جنب بعض ولا بعيد؟ حد في مكان وحد في مكان، ولا في صاله تحرير واحده للاثنين؟ انا شايف اللي كده في عارفين. اتبسطت جدا لما عرفت ان اشقائنا في دبي في الطيران ده دلوقتي تاكسي التاكسي الطائر ده، بسم الله ما شاء الله، ده في تاكسي طائر لف بسرعه نزل في وقت واحد من مدينه الانتاج في الحاره المزنوقه اللي جنبنا، طار على وسط البلد ومن وسط البلد على المهندسين ولا مش عارف الدقي. ايه السرعه دي؟ ده ايه اسطمبه واضحه. بس هنا بقى هناك 280 هنا 600 مليون. فاكرين لما قلت لكم الصحفي اللي اسمه مكتوب تابعوا الاخبار كلها بقى له 4 سنين بيعمل في الاهلي ايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ يا اهلاويه احنا اهلاويه، يا اهلاويه احنا 4 سنين يا عيني. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه حلوه قوي، نغمه من الشروق للاهرام لحاجات تانية
انا قلت لكم اصل ده احنا مذاكرين وعارفين وبنسكت، لكن انما للصبر حدود، الاهلي اهم. حد فيهم قال الاهلي اخذ 1,250,000 زي ما بتقول خسائر، 250,000 يعني حوالي دولار على فكره، يعني حوالي 22 مليون جنيه. حد قال ده؟ قال لك الحق ده الميزانيه فيها لوحدها تجديد الكرنيهات ولا مش عارف العضويه فيها مش عارف 500 مليون. يا بيه قول للناس شكرا، انتوا بذلتوا مجهود وربنا يولي الاصلح. ويا جمعيه عموميه يا محترمه اختار اللي يقود السفينه. ده بيتقال للجمعيه العموميه بلطجيه ومش عارف ايه وبتاع، ده حاجات غريبه علينا والله العظيم. انا هو ده اللي انا عرضته دلوقتي، ده بقياده المايسترو، حد مايسترو اهو، اسمعوا كلامي وافتكروا اللي انا بقوله. في حد مايسترو قاعد فوق، مش المايسترو بتاعنا، المايسترو بتاعنا ده اخلاقه عاليه قوي، المايسترو بتاعنا ده ما يقبلش بالكلام ده، كان كل ده يلا يلا مفيش عندنا الكلام ده. فاما تشوف نغمه واحده في الاعلام في الشروق والاعلام المرئي والمقروء والمسموع، ده هيبقى نغمه واحده جاهز على النشر، جاهز على النشر. عيب يا جماعه انتوا كبار، عيب. فانا مش هخاف بقى، خلاص تجاوزنا بقى الكلام ده كله، لان جه وقت خلاص اللعب ده مش هينفع. سيبوا الاهلي وحاله، سيبوا الاهلي لاولاده، سيبوا الاهلي لاعضاء جمعياته العموميه، سيبوا الاهلي لجمهوره اللي انتوا عمركم ما كتبتوا عنه. هل الجرايد الكبيره كتبت مره اقفوا جنب الجماهير اللي كانت محبوسه واهلها ما كانش معاها فلوس تجيب لهم سندوتش؟ والله ازازه ميه، والله العظيم ما بزايد، اقسم بالله العظيم بقول الحقيقه. حد فيهم كتب، مش هقول، لكن هقول حاجه واحده، سيبوا الاهلي وشأنه، بطلوا العبث بالمجموعتين هنا وهنا، هنا وهنا، كفايه عبث، كفايه الشغل ده، كفايه، في ربنا شاهد. وكفايه الجمله اللي بقولها لكم دايما، اصل ربك كبير، ربك كبير. هختم قبل ما تشوفوا الصندوق اللي بعد كده، مركز اعلامي، مجله، قناه، ربك يكرم، لكن في نوايا يعلمها الله وربنا مطلع على كل واحد بيعمل ايه وتوعد بايه. بس خلي بالك ليك ابن في يوم من الايام هتشوفه بيتظلم قدام عينيك وهتبقى مسلوب الاراده مش عارف تعمل ايه، هتفتكر ساعتها قلت انا ظلمت ناس على حساب ناس وقعدت 4-5 سنين شغال بطحن في الناس، ما وقفتش مع اهلي في لائحه استرشاديه، وما وقفتش مع اهلي في قرارات، وقعدت اقول مش عارف ايه وعملوا ايه وضيعوا ايه، وعمرهم ما عملوا حاجه. لا، كل ولاد النادي الاهلي عملوا، وكلهم طوروا، وكلهم محترمين، وكلهم اشتغلوا لمصلحه النادي الاهلي، لكن انت لا، كلهم عملوا ما عدا الناس دي. وانا ما اقدرش اعمل كده لان ربنا اكبر من الجميع. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه ونرجع لحضرتك. خلينا نقول الحقيقة أنه امبارح قلت لحضراتكم أنه لا يمكن أن تصل الأخلاقيات داخل النادي الأهلي إلى التهديد والسباب والقصف والتطاول على من يمت بصلة للنادي الأهلي. وقلت بأمانة شديدة جدا وبوضوح شديد جدا أنه أحد الأصوات الداعمة لمجلس إدارة النادي الأهلي تطاول بشكل الحقيقة مسيء للغاية، مسيء للغاية، على كابتن محمود الخطيب وعلى النجوم الكبار كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم وانا وغيرنا الحقيقه. وهدد قال هنجيب من البطنيه ناس يضربوا الكابتن الخطيب ويضربوا الناس، وقال كلام كتير جدا جدا. وقلت الحقيقه ان التسجيلات موجوده، لا يصح ابدا ان يكون في ندوه منعقده ليله ماتش
الاهلي والوداد المباراه النهائيه وندوه لقائمه المهندس محمود طاهر. في الوقت المهندس محمود طاهر راجل حقيقي بيقول انه الحديث عن الانتخابات دلوقتي يبقى خيانه، وكان في ندوه لقائمته داخل النادي الاهلي، ثم بيقوم واحد من الاعضاء وليه وجهه نظر وهو حر تماما في تأييد هذه القائمه، ثم يتناول بالسباب والتطاول والخروج عن النص بشكل وقح مجلس إدارة الأهلي السابق وأيضا الكابتن محمود الخطيب، ثم يقوم أحد المرشحين يقول له أنحني لك احتراما داخل النادي الأهلي، يعني لا ما تنحنيش احتراما، يعني تخرج برا النادي. بس اتفرجتوا على فيلم البطنية قبل كده؟ بجد والله اتفرجتوا عليه ولا لا؟ لما الفنانة الجميلة نادية الجندي قالت أنا بالراوية ومحدش يقدر عليا. والله العظيم عيب، أقسم بالله العظيم عيب. يا جماعة يعني قال هجيب اتنين من البطنية، معرفش هو بيتكلم على مين، أجيب اتنين من البطنية ويروحوا يضربوا رموز الأهلي ومش عارف إيه وكابتن خطيب. أنا هتكلم عن نفسي، أقسم بالله أعلن احترامي الشديد لكابتن محمود الخطيب في العادات الخاصة، أقول اللي أنا عايزه وأقول انتمائي وأقعد مع زمايلي وأقعد وسط بيتي وأقعد وسط أسرتي وأقعد وسط أي حد أعرفه كلوز، أقول اللي أنا عايزه، كلنا كده مش شادي لوحده، كلنا صح ولا إيه؟ لكن ده لو واحد فكر، لو واحد فكر، أقول لكم على حاجة، لو 100 فكروا، حد يفكر كده يعمل مع الكابتن الخطيب، يبص بس للكابتن محمود الخطيب او غيره، اقسم بالله لان في ديب قلبنا مش كلام، اصل زي دول بيقعدوا يهلفطوا ويجروا زي ما جريتوا قبل كده بالمناسبه، لكن اتربنا على كده في النادي الاهلي، اقسم بالله لقف للكابتن محمود الخطيب اول واحد، ما دام انا بشرح لكم اللي ده مجازا ده هيحصل، لكن انا همشي ورا اللي انتوا شفتوه ده عبده القماش والفل والحاجات دي ماشي. فلو الكابتن محمود الخطيب حد فكر يقرب ولا يعمل اللي احنا بنسمعه الغريب علينا ده، والله لاول واحد اكون حاطط رقبتي مكان الكابتن محمود الخطيب، ومش كلام، لان بالنسبه لنا ده قيمه كبيره جدا اخلاقيا وككوره، ومين ما يحبش محمود الخطيب؟ مين الكابتن محمود الخطيب؟ مين ما يحبش؟ يا جماعه بتتكلموا ازاي؟ لكن من حقك كاعلام تظهر بعض الامور للناس، ده شغل، لكن انا ده رايي اخلاقيا، احترام، كل اهلاويه بيحبوه، رمز من رموز النادي، حاجه مشرفه، حاجه محترمه. فتقول لي بطنيه، ده مصمم يقلبها خناقه. انا بتكلم بجد والله، بطنيه ايه يعني؟ لو الناس اللي عايزه تجيب فكرت تروح مغيره جايبه من المطريه، مش هينفع يعني. طب ما انا همشي على الكلام ده. طيب لو فكروا اقول ايه بس يعني؟ انا اعرف المطريه رجاله وكلهم اهلاويه، ده هم جمهور الاهلي قبل اي حد، مش هيسأل. لكن عايز تقلبها خناقه ليه؟ يقول لك اتنين من البطنيه وبيشتموا الرموز، وهيجي اتنين من البطنيه يضربوا كابتن شيف عبد المنعم، الراجل بيشرفنا، ده اخونا الكبير. مين ايه ده؟ والله بجد انتوا مصدقين الكلام ده وتقعدوا تصدقوا؟ ده للاسف في ناس بتصدق، والله العظيم في ناس بتصدق، والله العظيم في ناس بتصدق. يقول لك في ناس من البطنيه. طب انا يعني عايزيني اقول ايه طيب؟ ارد اقول ايه على كلام زي ده؟ قولوا لي وانا اقول. أنا بستشركوا وبستعين بجماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية المحترمين. أنتوا بتشوفوا الكلام ده؟ اتربينا على الكلام ده؟ يعني بلاش أنا، بعدوني عن الموضوع، حد أهلاوي أقدم مننا شاف الكلام ده بطنية ومش عارف إيه، مش عايز أقول مناطق لأن الناس كلها رجالة ومحترمة، حتى الحتت الشعبية اللي إحنا طلعنا منها. ولاد أصول مش يروحوا جوه ناديهم يعبسوا جوه ناديهم. دي النقطة الأولى. ف يعني لو ما احنا لو ده سببه اللي احنا ما بنتغطاش واحنا بننام، لا نتغطى كويس، لأن ده عيب بجد والله. مش الأهلي يا جماعة عيب، يعني مش ما عنديش حاجة أقولها، يعني ما عنديش رد غير أقول لو كابتن محمود الخطيب حد فكر يقرب
ده في ملايين، لكن ايه اللي احنا بنعبث بيه؟ وهل خلينا ناخدها من جانب تاني، زي ما في اشخاص بتحاول تسيء للكابتن محمود الخطيب، وخلينا نتكلم بصراحه، او في بعض الناس ممكن تتجاوز في السوشيال ميديا، لكن ده مش معناه ان دي قاعده. طيب دي واحد. اتنين، والناحيه الثانيه في ناس عايزه تتصدر المشهد زي اللي انتم بتشوفوه عشان يتجاوز في الناحيه الثانيه، مش ده اهو. لكن والله 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 تاني، كل كامل الاحترام للكابتن محمود الخطيب، نقول ايه تاني؟ طيب ومش خايفين من ايه اللي احنا نتكلم في اي حاجه، لكن يتقال بطنيه، وحتى على مستوى القايمتين يا جماعه، القايمتين يقبلوا ببطنيه وسبتيه وهنديه والكلام ده؟ ايه الافلام الهندي دي يا جماعه؟ عيب يا جماعه بجد والله العظيم. والبعض يصدق، واقسم بالله انا عارف المناطق دي كلها رجاله، انا بعشق اروح المناطق دي كلها، لان رجاله بمعنى يقول لك بطنيه يا جماعه، عيب يا جماعه والله العظيم. فكروني الجزئيه الثانيه من الكلام كان فيها ايه. الندوه، حد بيشتم، اقول لكم على حاجه، فريق عملي في كل الندوات موجود هنا وهنا، واللي انتوا سمعتوه كذب، يعني كذب يعني كذب، ما اقدرش اقول اكتر من كده. مين حد يتجاوز في حد؟ طب ما هو الندوات التانية كان فيها جملة، أنا الفريق العمل اللي بلغني، اتقال فيها جملة مش عارف إيه، والمبنى دوت، والوزير هو اللي دفع الفلوس. وزير دفع 12% من فلوس. إحنا قاعدين هنا بقالنا سنتين تلاتة، عارفين الأوراق معانا، الحاجات بنرجع لها، الأوراق معانا. فدفع 12%، يا خليكم فخورين بناديكوا. قول لي ده كويس وقول لي ده كويس. قول لي ده كويس وقول لي ده كويس، بلاش قالوا له وقالوا، قالوا له وقالوا، ده هم بيقولوا على دول ما عملوش، ما طوروش، مش عم. طب ما انت عرضت فيديو في اهلي مدينه نصر اللي كابتن بيسا جايب اطفال، ما تعرض فيديو لعضو الجمعيه العموميه وهو بيشتم. اعضاء الجمعيه العموميه عندنا ناس محترمه ما بتقبلش. واذكرك بموقف في الانتخابات اللي فاتت، كنت قاعد مشاهد، ولما حصل تجاوز منك ضد الكابتن طاهر الناس نطت، ما بتقبلش كده جوه الاهلي، ما بتقبلش. اعضاء الجمعيه العموميه ما بيقبلوش، بيحترموا الجميع. يا اخي سيبوهم يختاروا، اللي عايز يجيب حاجه اللي عايز يجيب اي حد يجيبه، مالناش دعوه. انا ليا هقول في الصندوق، وبروح اتابع واقف اتفرج واقول، ولما وهعلن انا عايز مين، المشكله. بصوا يا جماعه، حب الكابتن محمود الخطيب واحترم محمود طاهر، وحب محمود طاهر واحترم الخطيب، مش ده الاصول؟ لكن ايه ده، تدخل النار لو قلت فلان، وهنا هتدخل الجنه، والعكس، عشان ما ايه ما حدش زاد علينا، بنخلي بالنا من كلامنا. ايه الحرب دي؟ انتوا اوديتكم يا جماعه بالظبط، القناه دي بالصحف دي كلام واحد ما بيتغيرش، لائحة استرشادية، لائحة مهلبية، واتقال فيها كلام أنا عرضت لكم، الأهلي كان عنده حق بقى بعد ما اختلفوا مع بعض. لكن دورنا قناة نادي، قناة فئوية، نقف جنب نادينا ونخلي بالنا عليه ونحمي جمهوره ونحمي اللي بنديره. يا راجل لما سمعت الشتيمة قبل كده ثلاث سنين ساهمت في الشتيمة في الناس، ما قلتش عيب، ما قلتش عيب. دي هتبقى على فكرة، أنا آسف هخرج بقى من نهاية القصص دي بحاجة أكيد لكل الشعب المصري بقى بعيد عن الكورة. فاكرين لما كان الشباب الصغير بيقف ابتدى يعمل العصاية ويجيب في آخرها سكينة ويعمل لي فيها اللي هم لجان في الشوارع؟ فاكرين لما كلنا بننزل مع بعض ونعمل سندوتشات ونتعرف على بعض أكتر وإحنا ما كناش نعرف بعض كجيران؟ فاكرين لما شباب ابتدى يمسك شومة واللي يمسك مسدس واللي يمسك خرطوش ويبتدي يفتش الناس في الشوارع كنا بنقول احنا رايحين لدنيا صعبة جدا؟ فبالتالي قعدنا نعاني لغاية النهاردة من الاخلاقيات، صح ولا غلط؟ النهاردة قعدتوا شتيمة شتيمة شتيمة، اهنى منصب رئيس الاهلي، فاللي جاي هيعاني. وخليكم فاكرين كلامي، ساعة لما نبقى احنا بنستجم كده مع ده ومع ده، هنروح نستجم بالمناسبة عشان اريحكم، تمام؟ هتبقى سنة مش حميدة.
لان احنا سمحنا بيها. لما تيجي تقول غير كده هيقول لك لا انت متلون، انت كنت قبل كده بتقول غير كده، صح ولا مش صح؟ نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه. دي صورة لنجمنا وليد أزارو كانت منتشرة بشكل كبير جدا في السوشيال ميديا. دايما بقول لحضراتكم السوشيال ميديا بالنسبة لنا الإيجابيات، أول ما الحاجة تدخل فيها لجان إلكترونية ودفع ومش عارف إيه وتكتب أي حاجة تلاقي تعليقات مش إيجابية واستخدام ناس يا عيني بايعة نفسها لأمور مش مظبوطة، إحنا بنقف عند الكويس. فوليد أزارو الصورة دي كان لما جماهير النادي الأهلي موجودة بتساند الفريق، الراجل موجود بيخرج، انا عارف اللي هو اكيد نوايا طيبه وعايز يخرج بسرعه وبتاع، لكن هقول على تعليق من وجهه نظري انا عشان الكل يبقى درس. الصور دي مهمه جدا عشان ننقل لجمهورنا برضو بعض المفاهيم المهمه. الصوره دي لازم نقول له وليد رساله، جمهور الاهلي سند، جمهور الاهلي لما بتقع بيقومك وعملوا معاك كده، جمهور النادي الاهلي ما بتخلاش عن حد طالما لابس فانيله النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يا وليد بيقول لك على الحلوه والمره معاه، هيفضل يساندك، هيفضل يدعمك وافتكر كلامي. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه ايه ونرجع لحضرتك. اللي قاعد على الكرسي اللي انت حاطط له شمسيه، مش اللي بيروح في المدرجات واللي بيموت واللي بيروح بورسعيد واللي بيحصل له الكلام ده كله. فانت حضرتك نجحت للسبب ده، اللي قاعد على الكرسي والشمسيه هم دول اللي بيختاروا، مش احنا اللي بنختار. ايوه بس اعضاء الاهلي قبل ما يكونوا اعضاء الاهلي هم اهلاويه وجماهير للنادي الاهلي برضه. مين؟ استاذ ايمن مين معايا؟ اللواء محمد المهدي من المعادي. انا بقع في نفس الخطا اللي بقع فيه بقالي 3 سنين، ان انا بحدد منين. ست اللواء، ايوه اهلا بيك. انا قلت وصلني من قبل الدكتور عمرو. ما انا الدكتور عمرو، انت اللي معايا دلوقتي يا دكتور. اه والله انا. اولا انا سعيد اني اسمع صوتك. الله يخليك. انا داخل مخصوص عشان خاطر بس الخطيب، بس الشخصيه المحترمه انا من سنه وعصرته من بدايته، اخلاق ومؤدب واداري نمره واحد، ده اداري 50 سنه 20 سنه. ومحمود طاهر ده مريض نفساني، محمود طاهر مريض. ربنا يرحمنا منكم يا اخي، ربنا يرحمنا من قله الادب اللي احنا بنشوفها. والله ولا واحد اهلاوي من اصغر واحد لاكبر واحد يقبل بالكلام ده والله. هتكلم على المكالمه الاولانيه اللي بيقول لك كرسي وشمسيه. يا اخي ما هم جزء من جمهور النادي الاهلي، هو ربنا يعني كل واحد، حد قادر يعمل عضويه وحد مش قادر يعمل عضويه، لكن كلنا بننتمي للنادي الاهلي. لما انا اطور جوه ناديه ابقى كرسي وشمسيه، لما انا اطور جوه ناديه واقعد في مكان محترم ابقى كرسي وشمسيه. مش انا قلت لكم الكرسي والشمسيه دول على العموم دلوقتي اللي احنا انا كواحد منهم، الكل المجموعتين واللي نازلين مستقلين بيجولي عشان اسمع البرنامج واشوف مين هيفيد النادي الاهلي اكتر عشان اديله صوتي، عشان دي مسؤوليه 80 او 70 مليون اهلاوي. واوعى تزايد على ال 72. انتوا تعرفوا ايه عن ال 72؟ كل واحد يدخل يقول لنا تستدعوا الجماهير وقت ما انتوا عاوزين. اوعى حد يجيب سيره ال 72 على لسانه في مداخله. انتوا ما تعرفوش حاجه عنهم. ما تعرفوش قصارهم اتعامل معاهم ايه ومردوش عشان عندهم عزه نفس. اوعوا تزايدوا عليهم، اوعوا تجيبوا سيرتهم، مالكمش دعوه بيهم. سيبوهم في حالهم. ما تربطوش المواضيع ببعض عشان انتوا ما عشتوش الالم، انتوا شويه هجاصين. والله العظيم دي الحقيقه. انتوا شويه هجاصين.
يقول لك احنا جمهور الاهلي احنا ال 72 وهي نغمه، والمداخلات المضروبه دي والله مبوظه الاعلام. ادخل اضرب اشتم. واقول لكم على حاجه عشان اقول لكم نقطه مهمه بقى، انتم ما عشرتوش الكابتن محمود الخطيب، اتشرف ان انا كنت موجود حوالي 12 سنه معاه. واقسم بالله الكابتن محمود الخطيب لما يشوف الكلام ده هيبقى بالنسبه له غير مقبول بالمره. لكن رئيس تحرير عاملين نفسهم فيلم واضح، مش عارف ايه ده، معانا محمد مش عارف مين وبيعمل ايه، ينفع ينفع الانتحطاط يقول على حد داخل النادي الاهلي بلاش منصب؟ ده رئيس التحرير في الحمله بتاعت الكابتن محمود الخطيب، رئيس التحرير البرنامج ده، يقول على منصب داخل النادي الاهلي ايا كان حتى لو قد كده، يقول مريض نفسي؟ ده انحطاط اعلامي، والله ما ينفع اقولها غير كده، دي قله ادب. عاوزيني اقول ايه طيب؟ قولوا لي واقول. اهو انتوا الكلام ده بيعدي عليكم مرور الكرام، وفي اللي يبقى قاعد مبسوط، وفي اللي يبقى قاعد مبسوط للاهانه. ينفع؟ هو ده دفاع عن حد؟ انا بتكلم عن اي حد جوه النادي الاهلي. وحتى لو على المهندس محمود طاهر ذات نفسه. عشان ده مش انحياز. ده مش انحياز. ده أدب، ده أدب، دي أخلاق. بالمناسبة الإعلامي اللي مسؤول في القناة دي عمل مداخلة في البرنامج ده أكتر من 22 دقيقة بيكلمني عن واحد على السوشيال ميديا بيشتم، أو واحد قاعد في ندوة. لما سمعت أهانة الراجل وسمعت اللي أنت سامعه، ما قلتش عيب ليه في بداية المداخلة؟ قلت لا أقبل بالأهانة دي. عارفين ليه؟ عشان بعين واحدة، عشان البطن فيها جبنة والكتاف عليها حديد، مسلوبين الإرادة يا عيني، مش عارفين يقولوا إيه. هي دي الحقيقة اللي كله بيخاف يقولها، وهو ده الإعلام الصادق. ما بتكلمش عن نفسي، هو ده الإعلام اللي بيواجه اللي الناس عاوزاه، وهو ده الإعلام اللي الناس عايزة الحقيقة. والأهلي معلمنيش غير كده، معلمنيش أبقى مسلوب الإرادة وحاطط وشي في الأرض. ينفع اللي انتوا سمعتوه يا اعضاء الجمعيه العموميه؟ انتوا بتقولوا اهو ده اللي انا كنت بقوله لكم. عيب تقول على عضو كرسي وشمسيه النهارده، لكن والله ثلاث سنين كان بيتقال الكلام ده وما كانش بيتقال عيب. وبدخل بقى مهدي ولا عطوه ولا عبد الستار ولا شكري ولا مدام امل ولا نور، اقولهم لك بالاسم، ما احنا عشنا القصه دي، بس ما استجبناش. ولا هبه ولا لاميه، ما تدخلوا بقى، كملوا بقى، كملوا الحفله اللي على كفايه بقى، ما تسيبوا الاهلي وشأنه يا اخي. انت وهو يا اخي ندفع لكم فلوس الناس اللي ضغطكوا كده يا راجل؟ عيب بقى، ده حاجه صعبه جدا للامانه. الواحد خلاص بقى كل يوم عايز يجي يتكلم، بصوا الندوه دي الشياكه دي، بصوا الاحترام ده، بصوا الكابتن محمود الخطيب الراجل النجم، بصوا المهندس محمود طاهر قائمته ماشيه عامله ازاي، بصوا ولاد النادي الاهلي عاملين ازاي، ونظهر الصوره الحضاريه بتاعتنا. مش تقول لي بطنيه ومريض نفسي، ده ما طلعش مننا حرف، وفي الاخر يكذبوا يقول لك بيهاجموا الرموز. ربنا مطلع، ربنا كبير، ربنا شاهد، ومش هقول اكتر من كده. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فين. Let's go!
بحب أدي كل حد حقه. كان زميلي أحمد مجدي بعت لنا الصور دي، كنا موجودين أنا وهو في مدينة نصر، شفنا الصورة دي جميلة. أنا مباراة كانت للبراعم في لكرة اليد في مدينة نصر، فأهلي مدينة نصر لأن كلنا واحد ومش هتفرقونا، وشفت منظر جميل بعد ما كسبوا المباراة. المباراة كانت مع فريق الشمس، شفت فيها روح ولاد النادي، روح الفانيلا الحمراء بتاعت الاهلي في البنات الصغيرين، وصارهم جايبين دف وبيشجعوا وعاملين يقولوا اغاني الالترس. فاحنا كنا رايحين بنسلم على حد هناك وبعد كده ماشيين، فاتشدينا مع المباراه ابتدينا نشجع. كان في كابتن الجزار هناك تقريبا، وكان معايا صديقي العزيز، وكان في اكتر من حد معانا، ولا كنا انتخابات ولا حاجه بالمناسبه. فشفنا المشهد ده شدنا جامد جدا. شفتوا البنات؟ شفتوا البنات كسبوا، كانت مباراة قوية جدا وكانوا خسرانين فرق 3 من فريق الشمس، وبعد كده رجعوا المباراة تاني، عدلوا من وضعهم، كسبوا المباراة. الأسر بره ماسكة الدف بيغنوا إيه؟ حلق عالي يا نسر الأهلي من تالتة شمال بنهز جبال. ده اللي أنا عرضته، ده اللي موجود. لما قلت له صور لي ده بسرعة، فزميلي كان تليفوني فاصل، صور زميلي احمد الكلام ده كله وجاب الاسر الجميله، عرض لي تاني الصوره الجميله المحترمه وجاب الصوره دي وهم بيكسبوا بطوله. روح الاهلي موجوده ببناته الصغيرين. الاغاني الجميله اللي احنا بنحبها ليها معاني كويسه بيقولوها. الامهات قاعده بتبني في ولادها وبناتها انتماء للنادي الاهلي، وهو ده المشهد الجميل. دول مش عايزين مصالح، دول مش عايزين مركز اعلامي، دول مش عايزين مجله، دول مش عايزين قناه. فرحه من القلب لشباب نقي محترم واطفال. بصوا الامهات فوق يا جماعه، بصوا بيقولوا ايه، بيقولوا ايه. عايزه طيب استوقفتني حاجه جميله جدا، استوقفتني الامهات بتقول من تالتة شمال، وكان في دف ورا بالمناسبه، والبنات الصغيرين بيقولوا تالتة شمال. ده حتى الامهات بقوا كبهات. والله مشهد عجبني جدا. ببارك لكم، كان مشهد جميل، كان مشهد رائع. بس بيغنوا ايه؟ بيغني اغاني الالترس. الالترس اللي وحشين، اللي حاولوا وفي ناس تستقوى بيهم لكن ما عرفوش، ولما الالترس رفضوا بقوا عبدة شيطان وبيشربوا. هما مين بيديهم فلوس عشان يسافروا؟ وتجار مخدرات بينتموا لفصيل ايه؟ مش كنتوا بتسمعوا النهارده؟ جا اليوم نقول كلمة الحق، ادي الامهات بيغنوا الاغاني والاطفال، وهو ده اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه من سنين. كده خلصت فقرات الصندوق الاسود. لسه عندنا مجموعة تانية وتالتة ورابعة، لان السواد كتر فمعانا كتير قوي قوي قوي. ولا في بطنيه ولا في خارجيه ولا في داخليه ولا في الكلام اللي انتم بتسمعوه ده خالص اساسا. كل الاحترام لكل المرشحين ولاد النادي الاهلي، كل الاحترام لكل المرشحين ولاد النادي الاهلي. ربنا يا رب يولي الاصلح لقياده السفينه، ربنا يا رب يبقى فيه توعيه كبيره لاعضاء الجمعيه العموميه، ويفضل النادي الأهلي أحسن نادي في الدنيا اللي خيره علينا كلنا. مرة تانية ما تسمعوش الكلام ده الهادم طول الوقت، خليكوا فخورين باللي قبل والماضي والحاضر والمستقبل. هي دي رسالتي، والأهلي فوق الجميع، ويا رب رسالتي تبقى وصلت. اشتغلوا بقى على تسريبات، على حيادية، على شفافية، على مهلبية. والحيادية عندنا والأخلاق عندنا ومش عند غيرنا، والاحترام عندنا مش عند غيرنا. والله العظيم يا جماهير الاهلي يا محترمه، ويا اعضاء الجمعيه العموميه يا محترمين، يا اللي احنا بنحاول طول الوقت نحافظ على اللي احنا اتعلمناه، لكن ما باليد حيله، لازم نتكلم بالقوه دي. لو طلعنا اللي معانا في اللي انا عرضت لكم الحلقه اللي فاتت، في ناس لا تجرؤ تقول حرف عننا كلمه. عارفين ليه؟ لان الكلام صعب جدا جدا، و لو اضطرتنا الظروف اللي نعمل ده هنعملها. لكن بنحترمكم وبنقدركم، واتمنى حلقه النهارده كل اهلاوي يشوفها عشان يعرف احنا
على الحياد وبنحترم الجميع وما حصلش الأهانة لأي مخلوق. ترويج الأكاذيب، اللي عضو يبقى على السوشيال ميديا يكتب حاجة أجيبه يبقى نموذج، اللي عضو ما حصلش منه كلام وكذب الناس وعنية على مجموعة واحدة بس وهي بتتكلم، ده مش العدل اللي احنا اتعلمناه، وده اللي محدش يقبل بيه. الكل محترمين، واللي موجود طور، واللي موجود طور، واللي موجود جاب ميزانية محترمة، واللي موجود جاب ميزانية محترمة، واللي قبليه اشتغل وطور ايضا وساهم لرفعة اسم النادي الاهلي. عشان كده يا رب ولي من يصلح للنادي الاهلي. هنفضل مع الحق، هنفضل مع الضمير، هنفضل مع الاخلاقيات، هنفضل للاعداد الخاصة هنقول فيها اللي احنا عاوزينه. نطلع في الفاصل سريع ونستقبل اثنين من نقادنا المحترمين، الاستاذ حسن خلف الله والاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ عمرو كمال. برحب بحضراتكم الجديد، ودلوقتي بستقبل اثنين من نجوم الصحافة. لما بيبقى في ملفات كالعادة وفي بعض المواضيع عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم، بنفضل يبقى موجود معانا نقاد رياضيين محترمين. خلينا نرحب بيهم قبل ما نتكلم في اي حاجة. معانا الكاتب الصحفي الكبير استاذ عمرو كمال، برحب بحضرتك. كابتن شادي، ليا الشرف اكون مع حضرتك النهارده في قناة النادي الاهلي ومع الاستاذ حسن. كمان الناقد الرياضي بالاهرام صديقي العزيز استاذ حسن خلف الله. ايه الشياكه دي النهارده؟ بس قبل ما اقول لك ايه الشياكه، طول عمري شيك. وبعدين لا، بحبك قوي. أيوة. في الكواليس. أيوة. اللي تهتم بالمنديل طبعاً. الشعر قبل الهواء والكلام ده كله، ده اساسيات. وحشني. الله يخليك. وبعدين بتخطفني صديقي العزيز وبتاع عشان ما اتكلمش فيها. لا، اتكلم في كل حاجه. ربنا يخليك. في البدايه دايما لما بتبقوا موجودين معانا بنناقش قضايا بيبقى فيه شرفيه. اسمحوا لي، انا ما بحبش املى على ضيوفي حاجه، بس الموضوع ده عشان ده رولز حتى على مستوى البرنامج، قصه القوائم انتخابات مش عايزين نتكلم فيها، بس نتكلم على فكره تانية من خلال الحلقه هقول لحضراتكم عليه. تفضل. موافقين؟ اتفضل اتفضل. طب نعرف الفكره. انا بتكلم على كل الانتخابات في كل الانديه، ما بتكلمش على نادي واحد. طيب في البداية الفكرة، بس ايه الفكرة؟ هقولها بعد شوية اما نفتح الموضوع. دايما تبقوا موجودين معايا، بسألكوا سؤال معتاد. استاذ عمرو، في البداية حابب تتكلم فيه؟ حابب اتكلم في خداع الناس. بمعنى؟ بمعنى ان في ناس بتستخدم دلوقتي، مش دلوقتي، بقالنا منذ فترة طويلة جدا، اساليب ملتوية واساليب يعني اقل ما يقال عليها ان هي شخصيات مسعوره وبتضع اقنعه حملان، وللاسف عندها من الادوات والاساليب ان هي تخدع الناس البريئه اللي بتشعر في البعض ان هو راجل متدين، راجل حكيم، راجل موهوب، راجل محبوب، راجل مضحي بوقت اسرته ومجهوده من أجل الآخرين، من أجل العمل التطوعي. فأرجو بين قوسين الجمهور والمشاهد ينسى قصة في الأندية، خلينا في الأندية دلوقتي والاتحادات، قصة العمل التطوعي، وإن البعض ما يهموش حاجة إلا العمل التطوعي، وإلا ما كانش يتصرف الأرقام الغريبة اللي أنا سامعها. سامع في حملات، عشان كده بقول لك بتكلم في كل الأندية، في حملات في أندية بتصل الى 800 مليون جنيه. تمام؟ والاقي المنافس دافع له حوالي 80 75، والاقي واحد بيتبرع له باثنين، من 2 لحد 20 مليون. فلا، الارقام دي ارقام رهيبه. ولو يعني انا بس مش عايز الناس تعمل حاجه، عايز الناس ترسم بس علامه استفهام، تقول لك الله، طب ما بدل الحاجات دي وانتوا عمل تطوعي عمل تطوعي عمل تطوعي، ما تتبرعوا بيها للنادي اللي انتوا بتحبوه كده. انت بتتكلم على كل الانديه وكل الاتحادات. لان انا عن نفسي بشجع نادي معين، بس التشجيع ده حاجه ركنها على جنب.
وان انت جايبني هنا ككاتب صحفي، احنا دائما وابدا نبحث عن الايجابي ونضخمه ونطلب ان هو ينمو اكتر، والسلبي نلقى عليه الضوء عشان نحاربه عشان نكشفه. استاذ حسن هتبتدي منين النهارده؟ مجهز ايه؟ شوف انا بس يعني ايه، في حاجه بس ملاحظها غريبه، بما ان الحدث اللي كان خلال الايام اللي فاتت هو طبعا نهائي دوري ابطال افريقيا، فانا ملاحظ بس ان في حاله بعد البطوله ما كانتش هي المتوقعه ان تكون هي السيده. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انا شايف ان الاهلي وصوله لنهائي افريقيا ده انجاز كبير جدا، يعني كون ان انت توصل، ده طبيعي، كون ان انت توصل لنهائي البطوله بهذا الشكل وبهذه الحاله الخاصه للاهلي لعبها في هذه البطوله، ده امر جيد جدا. كون ان انت يعني ما يحلفكش التوفيق وتخسر البطوله مش معناها ان انت خسرت العالم كله، وان الاهلي اصبح خاسر لكل شيء، وان المليارات كانت داخله الاهلي وفقدان البطوله ضيع كل ده. انا شايف ده محور بيتداول او منتشر بعيدا عن التقييم الموضوعي، يعني فجاه اتفتحت ملفات رحيل احمد حجازي، فجاه اتفتحت ملفات مش عارف ايه، كل هذه الاشياء فتحت بلا مبرر. انا بحييك بجد والله، والله يعني والله انت راجل لماح. يعني انا ملاحظ ان في يعني حاله عامه فجاه انفجرت. طب لو كان الاهلي جاب جون وخد البطوله كانت كل الحاجات دي هتتفاجئ، يبقى الاهلي كان خسر وكان عمل وكان وكان، وفجاه بقى في كان الاهلي بانه ما خدش البطوله خسر مليارات وخسر ملايين والاهلي. لا انا شايف ان في حاجه يعني ايه بتستغل فيها اشياء لهدم اشياء، في حين ان انا شايف ان اللي حصل هذا الموسم بالنسبه للاهلي يحصلوا على الدوري والكاس وصولوا نهائي افريقيا ده امر كويس جدا ومكاسب تحققت كبيره جدا، فمش معنى ان انت بس. استاذ حسن انا اسف، احنا بنحب ندردش واسف على المقاطعه، اتفضل. بس برضه جوانا حاله من الزعل، لان كنت شايف اللي احنا، انا بتكلم هنا كنت شايف باسم الاهلاويه، كنا شايفين البطوله قريبه، بطوله محببه لينا، فاكيد زعلانين برضه. هو في فرق اما تكون زعلان على فقدان بطوله، بس هي دي الرياضه، يعني ان انت لازم تكسب ولازم تخسر وكل شيء، لكن كون ان انت وصلت ونجحت مش معنى ان انت ما خدتش البطوله يبقى انت يعني كل اللي في الاهلي كله خسروا. لا عاجب الناس مدير فني بعد اللي عمله، ولا اداره بعد اللي عملته، ولا اي شيء بعد اللي عمله. ما ينفعش ان حد يستغل مثلا خساره بطوله او عدم توفيق في نهائي بطوله رغم كل شيء كان ماشي بشكل كويس. طب لو الاهلي كان خد اللقب كان كل الحاجات دي هتندفن؟ مش يعني انا شايف بس ان في ايه يعني حاله ترصد ظاهره بشكل غريب. ليه علاقه بالانتخابات؟ يعني قد يكون، ما هو بص في امور ممنهجه، يعني ايه لسه احنا الاسبوع اللي فات او من كام يوم بنتكلم على الحاله الطيبه اللي في الاهلي وازاي الناس يعني حتى المسؤولين في النادي او رئيس النادي كان واقف مع الكابتن محمود الخطيب، المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب، الاثنين حاله ود منظر وحاله رائع بالظبط. ولسه بنقول ان النادي الاهلي دايما ليه حاله خاصه في الانتخابات تختلف عن الانديه الاخرى، وحاله الحب وحاله الود اللي شايفينها وحاله التعاون حتى في خلال الجلسه اللي حصلت عشان ترتيب الندوات، يعني شوف الحاله، شوف الصوره قدامك اهي، يعني الناس شايفاها كلها بتتكلم يعني واضحه جدا. يعني ليه بقى البعض ليه البعض بيتخذ؟ بشوف احنا خلال السنين اللي فاتت كاعلام اتعلمنا حاجات كتير، اتعلمنا ازاي ممكن الناس تخدعنا باشياء زي ما كان بيحصل، بس ده كان في السياسه عشان احنا ما كناش ملمين بالامور السياسيه، فحصل علينا خديعه وحصل بعض الاشياء، وده انكشف ساعه فض رابعه، شفنا ازاي كان بيتعامل فينا قبلها ازاي، والحاجات الاعلاميه اللي بتبقى ليها تكتيك او اسلوب معين عشان تاخدك في اتجاه معين. فانا شايف ان في تكتيك معين اعقب البطوله البعض بيتخذه سبيل انه يشتغل بيه انتخابات او يهاجم الناس الموجوده، وده اسلوب مش كويس للسبب، لانه لو انت بتحب النادي الاهلي او انت مثلا بتتكلم عن النادي الاهلي فمن الطبيعي ان انت ما تحاولش تقلل من قيمه الاهلي لهدف تاني. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي حضرتك الاهلي مش معنى ان هو مثلا ما وفقش انه يسجل جون، كان ممكن لو الاهلي سجل هدف في المغرب هناك في ماتش الوداد كان خد البطوله،
انت وصلت لهذه المرحله ولا طبيعي ان انت ممكن تكسب وممكن تخسر، وحصلت على مبلغ برضو مالي بحوالي 1.5 مليون دولار من وصولك للنهائي او لعبك في البطوله، وكسبت دوري وكاس وعامل شيء كويس في النادي بشكل معين، فمش معنى انك تخسر البطوله اصبحت الدنيا غيامه سودة، وان النادي الاهلي خسر 600 مليون جنيه، والنادي الاهلي بفقدانه اللقب مش عارف ايه، كل هذه الاشياء وكل هذه الملفات التي فتحت اعتقد ان هي مش مفتوحه بهدف صحيح، وخاصه ان هي مش في مكان واحد، في اكثر من مكان في نفس التوقيت. طيب فده معناه ايه خلاصه الموضوع؟ ان البعض بيتخذ محاور اخرى لتوصيل رسائل سلبيه تحيط بالمساله الانتخابيه، وده هو اللي انا ما اتمنهوش في الفتره الجايه، لانه لو بدا كده ممكن يزداد ويسيء لصوره النادي الاهلي. متفق مع كل اللي بتقوله، لو انت ما تابعتنيش في الحلقه واحنا بنتابع وبنشوف الامور كلها دي، ملهاش بقى دعوه بطرف على حساب طرف. احنا لقينا استاذ عمرو، وهنا السؤال لحضرتك، انا عارف بتبقى شديده الحساسيه اللي تتكلم عن جريده فيها زملائك او ده، لكن انا بتكلم بشكل عام. النهارده لما اجي انا مواطن عادي او عضو جماعه، استنى، انا ما عنديش حساسيه، انا بقول للاعور، حتى لو انا الاعور بقول لنفسي انا اعور. بس هو بيسالهولك زي ما قصدي فيه، بس يا كابتن شتي ان هي حاله عامه مش قصه جريده بعينها. لا لا لا، مش حاله عامه، مصدر اعلامي بعينه. طب اسال السؤال عشان اقول لك هو حاله عامه ولا مش حاله عامه. هو قال لي قول يا سيدي. طيب اسال السؤال عشان برضو الواحد يبقى، اصلا ما بحبش كلام. طيب هدخل لك في الموضوع على طول. النهارده اكيد انت قبل ما تعرض حاجه بتشوف الرؤيه، فتلاقي مثلا زي ما عرضنا النهارده جريده الشروق 250 مليون، حجازي مشي، رمضان صبحي فين، ايفونا مش عارف ايه، مش عارف الاهلي خسر كام، دي بيوصلك ل 600 مليون جنيه. تدخل كانه باب مفتوح، صاله تحرير واحده. بالصدفه النهارده الاهرام منزل. لا بص انا حجازي مش عايزك تخش في اسماء. ما هو قال لي اقول. لا هو قال لي اقول. انا هقول انا عرض. بص انا عايز اقول لك حاجه، بص يعني من الحنكه ان انت تكون، اصل ما فيش حنكه، هو الراجل عايز صريح. انا اسف بس ان قطعت، بس هي القصه في ايه؟ هي القصة أنت بتتكلم في إيه؟ إن تداول موضوع معين بشكل في أكثر من مكان بنفس الشكل وبنفس الهجمة المرتدة اللي حاصلة، ده بيؤكد إن هناك سبيل مختلف أو حالة من، أو قد يكون وجهات نظر متقاربة في شكل واحد. لا بس وجهات نظر. بس وجهات نظر إيه يا جماعة؟ يا أستاذ عمرو بص هقول لك على حاجة، أقول لك معلش يا أستاذ عمرو، اسمعوا اسمعوا مذيع البرنامج اللي هو غلبان شويتين، هيوصل لك الرسالة اللي أنت عاوزها. يا غلبان، لما ألاقي أكتر من مكان ضربة واحدة نازلة بنفس الكلام بنفس الأسلوب، في مايسترو للقصة. متفق معايا؟ أنت قلت لي اسألني بصراحة، ده موجود ولا مش موجود؟ حضرتك سألتني السؤال ده دلوقتي، احنا ممكن الساعة تكون 11 بالظبط النهارده الثلاث، انا كاتب ده ما معناه من حوالي 72 ساعة. كنت بسأل نفسي. عندك في جورنال؟ لا، على صفحتي. تمام. الخاصة في الفيسبوك، وبسأل من الفائز من خسارة النادي الأهلي لدوري رابطة الأبطال الإفريقية؟ من الفائز؟ وسألت هل هو نادي؟ هل هي قائمة انتخابية؟ هل هو اتحاد؟ وطرحت الـ الإجابات ديت. الكل خسران. لا يا فندم، أنا بقول مين اللي كسبان من خسارة الأهلي؟ من فقدان الأهلي البطولة. مفيش حد كسبان. لا يا فندم، خليني أكلم بوجهة نظري أنا اللي ممكن تكون غلط، بس بصراحة هناك أندية سعيدة بخسارة النادي الأهلي. زي مثلا محدش هيختلف معايا الوداد. تمام، لانه كان بيبحث لده. هناك انديه داخليه سعيده بده. ليه؟ لان الاهلي لما هيحقق هتروح انت كاشف ان الاخر فاشل او مش ناجح في المخطط بتاعه اللي هو دخل من خلاله مجلس اداره عشان ينجح في اداء مهمته. فاذا هو الاخر يعني عارف ما يقول لك ايه، أعمى ولا أعور وسط عميان، فلما نكون كلنا عميان يكون أفضل. دي حسب رؤية الفشل الإداري لأندية. طب تيجي اتحادات، وأنا قعدت هنا وقلت لك في اتحاد وهو الاتحاد الإفريقي يهمه إن تكون التورته بتتقسم بكل فترة بأشكال خارج نطاق الطبيعة،
الطبيعه اللي هو اجتهاد وشغل وتدريبات ومباريات ومكاسب. لقيت ان انا الاستاذ حسن بيكسب بيكسب بيكسب، المشاهد يقول لك انت فاتح البرنامج ده ليه؟ ما هو كابتن حسن هو اللي بيكسب، عرف النتيجه. فاللي بيدير العمليه فوق في الكنترول لازم يروح مخلي المره دي عمرو يكسب عشان المشاهد يفضل يشاهد ويفضل يبقى فيه اعلانات ويفضل فيه حاجات اخرى. فده اللي بيعمله الاتحاد الافريقي، ان مره تلاقي الاهلي كسب، الاهلي كسب، خلاص بقى هو بيكسب بيه بجمهوره، بيكسب بلاعبيه، بيكسب بادارته، لا لا خلاص. الزمالك مثلا خلاص بقى بتوع مصر دول انتهى. فتلاقي ايه شمال افريقيا، لا خلاص بقى، طب تعالى نخش تحت بقى. فتلاقي هنا التحكيم بيلعب، تلاقي هنا توقيت المباريات بيختلف، هنا الاتحاد بيكسب. الاجابه الثانيه انا ما اقدرش اقولها هنا، الاجابه الثانيه بقولها على صفحتي، ان هو مين بيكسب تاني من خساره النادي الاهلي اللي الاستاذ حسن جاوبك عليها، اللي هو فيه بلف. هوب، احنا عندنا حاجتين، فوز الاهلي خساره الاهلي. فوز الاهلي هيبقى فيه كلام وهيملى على بعض، احنا الصحفيين عشان كده ممكن البعض بيزعل مني، بس هو احنا كده. حتى في مشايخ تمام مش تمام، يعني ما فيش مشايخ كلهم ملايكه، واحنا كصحفيين كلنا مش ملايكه. ففي البعض بيملى عليه يكتب ايه، لان مصلحته راحه فين. فتجد الاهلي خسر بس خلاص، يبقى يا جماعه هنشتغل على ان هو مشى لعيبه. طب ما هو حتى لو زي ما الاستاذ حسن قال، ايه ده لو الاهلي فاز كان هيتقال لك ايه ده، شوف لما الاهلي فاز مشى لعيبه، وبالرغم من كده الاهلي بمن حضر. تلاقي فيه جمل اوتوماتيك، هوب اكتب اكله شيء اكله شيء، ولكن المراد منها خداع الجمهور، لانه مش بيشتغل من هنا. زي ما انت الفكره الجميله بتاعت الصندوق الاسود اللي انت عاملينها، الاعلام كارثه مصر، الاعلام كارثه مصر، لان الاعلام لو هو بيشتغل بحق ربنا هتلاقي الدنيا اختلفت معانا بشكل مختلف تماما. انما تجد ان بعض الاعلاميين سواء بقى صحفيين، رياضيين، ممثلين، معالجين روحانيين، اهو قاعد قدام الكاميرا بيكتب مقالات، القلم بتاع حبره مليان مليان، بس منين بقى؟ هي دي القصه بتاعته، مليان بس منين. وعجبتني التوليفه بتاعتك اللي انت بتقول هي التليفونات، ما دي برضو ماله، هي التليفونات منين؟ تليفونات دي كارثه. انا التليفونات لما يدخل يبقى في الامور الصعبه دي، مين يقدر يتحمل يا فندم؟ انا التليفونات لو مشاهدينك بيصدقوني كان قدام عيني في برنامج البيت بيتك في قايمه تتصل منها. لا مش انا اللي اتصل. البعض اللي اتدس على البيت بيتك، عشان كده انا رحت سايب البيت بيتك، بيتدس على البرنامج. ادي اللي مكتوب على صفحتك. و ليه الكوارث؟ ايه ده اسمك ده يا استاذ عمرو؟ لا اسمي. وتلاقي ايه الكوارث؟ ان تلاقي حد جاي لك من السعوديه. ايه ده؟ احنا للدرجه دي هذا المذيع مشاهد؟ والبرنامج بتاعه مشاهد؟ وتلاقي حد جاي لك من الكويت، يا نهار ابيض. فتلاقي خداع بيحصل لصاحب البرنامج ان عمرو كمال المذيع ده ليه حجم المشاهده دي، فبيعمل ايه؟ قعدوا يا عم وبيشاهد اللي والنبي كنت هغلط انا اقول لك ثاني، والنبي فلان الفلاني على الهوا، انا عايزك تظبطه والله ده. وعشان كده اقسم بالله انا مش بعمل فيها ملاك. خلي بالك انت بتتكلم في كلام سبت اكل العيش، مش متعوده تسمعه. انا بقول لك انا سبت اكل العيش، الكلام ده الناس مش متعوده تسمعه. بس بعيدا عن الاستاذ حسن عايز يقول خلص خلصت، فالاقي ان هو الكابتن بيتكلم وعايز يتظبط بقى، وتلاقي الكلمتين دخلوا. دلوقتي بيبقى فيه بقى كلمتين انتخابي، فالقصه دي بقت في جيوش وجنود مجنده الكترونيه وتليفونيه، حصلت في اذاعات معايا، حصلت في تلفزيونات، وشفتها كتجارب بقى، ما حدش حكاوي، كارثيه. استاذ حسن عايز كمان من ضمن الحاجات اللي انا عارفها كويس جدا، اكيد مش هسالك سؤال انا مش عارفه، ليه اصدقائك في الصحافه وحكم اللي انت لعبت سنين طويله، وانا لعبت سنين طويله اعوذ بالله من كلمه، انا حد بيكلمني بيقول لي كان في اجتماع مع رئيس القسم الرياضي وخلاص احنا، فبقول له انت ما كنتش بتكتب كده وكنت محايد، بندردش مع بعض لان احنا اصحاب جدا. قال لي بصراحه حصل اجتماع احنا في جبهه، احنا معاه مسندنا في كل حاجه، مش هنبقى مع الجبهه التانيه. ده كلام؟ لا مش فاهم.
رئيس القسم في احد الجرائد عمل اجتماع بين الناس المسؤوله معاه اللي احنا اتجاهنا 1 2 3. شوف انا عايز اقول لك حاجه بس عشان انا عندي تحفظات على بعض الاشياء اللي ذكرت. اول مره تيجي معايا يبقى عندك تحفظات. لا بص انا عايز اقول اصل انا دايما انا اعتدت ان انا ما بحبش اسيء الظن. بعتبر ان الامور ممكن توارد افكار، يعني ممكن توارد افكار بيحدث قد يكون، بس انا بتكلم في ان وجهه النظر ما تكونش احنا يعني انا بتكلم في طريقه افكار النظر. في 5 جرايد بنفس الصيغه بنفس الشكل. انت لسه كنت بتقول انت يعني استغربت ان ده موجود هنا. اكمل كلامي بس. انا بتكلم في ايه؟ ان انا باخدها من منطلق ان ممكن حضرتك بتقرا حاجه فبتقول انطباعك عنها، او ان يعني النقد ما يكونش بهذا الاتجاه في هذا الطريق في هذا التوقيت في هذه الحاله. بمعنى ايه؟ يعني ممكن اشوف حضرتك كاتب موضوع بس متحامل فيه شويه او لا يتناسب مع قدر الحدث. هو ده اللي انا بتكلم فيه. النقطه الاساسيه ان ممكن يكون، وانت اشرت ليه في البدايه، ان ممكن انت حضرتك بتكتب الحدث نفسه ما يستحقش ان انت تفتح كل هذه الاشياء او تتحدث بكل هذه الامور الصعبه في هذا الحدث، ان فريق ممكن يكسب بطوله وصل النهائي ممكن يكسب او يخسر. فمش من الحدث نفسه مش معناه ان انا خسرت مباراه او من النهائي وخرجت بدون اللقب ان انا معناها ان انا فقدت اشياء كثير. لا، ممكن نقيم بشكل موضوعي او التقييم بيكون افضل من كده، نشوف الايجابيات ونشوف السلبيات، ما يكونش كله سلبيات فقط عشان خساره مباراه. ده وجهه نظري الصحفيه اللي هي على قدر فهمي في هذا المجال يعني. تمام. بعيدا بقى عن اساءه الظن او اذا ممكن كذا او كذا او كذا، شوف من حق اي مكان او اي جرنال يحدد سياسته. ان انا بأصيل الظن؟ لا انا مش قصدي عليك والله، انت بتتكلم على تجربه عمليه في بعض الاتصالات. انا ده بعيدا، لا انا بتكلم على قصه، انت بتتكلم على تجربه شخصيه في بعض الاتصالات. انت عارف انا اقدرك قد ايه وانت حبيبي يعني. فانا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في قصه معينه عشان لا يفهم كلامي بشكل خاطئ، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتتكلم في ان ممكن جورنال او مجله او اصدار او حتى تلفزيون يكون له اتجاه معين في انتخابات معينه، وهذا امر وارد، لكن لم نعتده في الصحافه المصريه الا قليلا. تمام. قد يكون مش عيب ان انت تقول ان انا والله هساند المكان ده او الجهه دي، بس اسنده ما دام ده قناعاتك، تسنده ان انت تعرض برنامجه، تعرض ما يفيد القارئ اللي هو منتظر او الجماعه العموميه، لكن عدم مساندته بالهجوم على الاخر ده اللي بيحصل. ده اللي وده اللي مقصود بالظبط. يعني بمعنى ايه؟ يعني انا مش ضد حضرتك ان انت لو جيت هنا قعدت دلوقتي واتكلمت عن اي حد في اي اتحاد او اي نادي انت شايف ان ده والله وجهه نظرك ان ده هو ممكن يعمل الصح في هذا المكان، وان انت تتكلم والله الراجل ده برنامجه ده من واقع ايه؟ انا شايف برامج قدامي فبقول ايجابيات برنامجه ان هو فعلا عنده جزئيه تدل على ان هو عنده امر جيد. بتعمل على خلفيه عمله، هل هو قدم لهذا المكان شيء جيد ولا لا؟ بتقيم بهذا الشكل، مش بتقيم بان انا ليا مصلحه معاه ولا ماليش، مش بتقيم بان انا هستفيد من وراه حاجه او مش هستفيد، مش هتقيم بان هو معلن عندي او بيتحكم في السوق الاعلاني ولا ما بيتحكمش، بقيم بالمنطق. مش عيب. صح. في كتير من الصحفيين كان لهم مواقف قبل كده في انتخابات واتكلموا في انتخابات وكانوا بيساندوا جبهات معينه، لكن البعض تجاوز في بعض الفترات واحنا لومنا على هذا الامر وهذا يذكره التاريخ، لكن في البعض ممكن يتعامل بشفافيه اكتر فيعرض برنامج ده ويعرض برنامج ده ولا ينجرف في هذا الاسلوب. بص، هي الانتخابات هيحصل فيها كتير وهتشوف اشياء كثير، لكن القوه بتاع اي يعني مرشح في ان هو يركز في برنامجه، لا يلتفت لاي شيء غير ان هو بيتعامل مع الناس ان هو يقنعهم. هي دي الانتخابات المفروض ان انا بقنع الجمعيه العموميه ببرنامجي، بقنع الناس باهدافي، بتكلم انا والله جاي انا عملت ادي كشف حساب اللي انا عملته وادي ما ساقدمه. تمام. هكذا هي الانتخابات وهكذا المفروض ان تكون الانتخابات. والنادي الاهلي للاسف اي حد بيحاول ان هو يعني من بره، شوف مش كل المرشحين زي بعض، في كثير يعني ممكن يعني بعيدا عن مناصب الرئاسه
في كتير من المرشحين موجودين. يعني اذا كان منصب الرئيسين واحنا شفنا الصوره واللقطه وشفنا وعارفين الاثنين بيمتازوا بالادب الشديد والاثنين اكثر احتراما وشخصيات محترمه. المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب، ودي الحاله اللي سايده وواضحه. في بعض بقى الفهلويه اللي موجودين بيكونوا مش كل الانتخابات زي بعضها. في البعض شايف ان هو عنده من الذكاء ان يقعد يدير المساله بدماغه هو. وهذه الدماغ بتؤكد ايه بقى؟ بتؤكد ان وجوده فيما بعد هيضر بالمكان، لان هو زي ما دلوقتي بيحاول. الله يفتح عليك، وهو ده الصوره اللي كنت عايز اوصلها للناس النهارده. طيب انا بتكلم بمنتهى الصراحه على فكره. أيوة، شفنا الصوره الجميله والله العظيم، شفنا الصوره الجميله والبعض هو عمال عايزه تبقى خناقه، عشان مش ده اللي احنا عايزينه. الهدف عايزين ديمقراطيه حقيقيه، عايزين احترام، عايزين كل القايمه دي تحترم دي وده يحترم ده ونخرج بسلام، واللي يقود ربنا يولي من يصلح. دايما دايما في الانتخابات ما بتكونش الازمه في الرئيس، بتكون الازمه كلها ان احنا بعد كده بنجد خناقه بين الرئيس والنائب، بين الرئيس واحد الاعضاء، مش عارفين. بيبقى قبل الانتخابات شيء وبعد الانتخابات بتلاقي الانقسام، ومش هو ده الهدف اللي عايزين نكمل بيه. انت انظر للشخصيات الموجوده وانظر برؤيه ثاقبه على مشوارها اللي قبل كده. بمعنى ايه؟ انت ممكن حضرتك تكون معتقد ان انت حريف انتخابات وممكن تدير المساله بشكل معين او تسيطر على بعض الناس من خلال علاقات فتسيء للاخر او هكذا او هذه الاشياء. لكن ذكائك ده او ما تظهره الان يؤكد ان انت في المستقبل هتعمله مع الموجودين معاك. صح ولا لا؟ صح. فبالتالي هتتعب الموجودين وهتبقى ازمه كبيره للمجلس اللي هينجح. انا مش بتكلم على الاهلي بس، بشكل عام، وده عصرناه بشكل عام. فالمفروض اللي بيدير هذه الاشياء وبيحاول ان هو يخلق هذه الحاله في الخفاء، المفروض ان هو يتاكد ان هو لما ينجح، لانه اتعود على هذا الجو هو عاش فيه، فبالتالي لما ينجح في اي انتخابات لازم هيخلق مشاكل، هيخلق انقسام في المجلس، وهذا المجلس لن يقدم شيء في ظل هذا الانقسام. ما انت مش داخل بقى عشان تنقسم مع الموجودين وتخلق حاله سيئه. انت لو بصيت للموضوع بجد والناس فكرت بالراحه هتعرف ان الاساس مش هو الكابتن محمود الخطيب، لكن البعض ولا الكابتن ولا المهندس محمود طه، لكن البعض بيستغل الشخصيتين الطيبين المحترمين دول ويحاول ان هو ايه يظهر اشياء هنا واشياء هنا عشان يعمل خناقه، وده اسلوب معروف ومعروف بيمشي ازاي. فللاسف اتمنى ان هؤلاء يرجعوا ويفهموا ان الانتخابات مش كده، وان في النهايه هينتصر الشيء الجيد وهيغطي على هذه الاشياء السيئه. طيب استاذ عمرو، عندي حاجتين. شفتك مسكت ورقه وقلم وكتبت حاجه. النقطه الثانيه اللي انا عايز اعرفها، هل بنمارس الحياديه بالفعل وبنمارس الديمقراطيه بالفعل ولا مجرد كلام؟ في فرق يا كابتن شادي بين الحياديه والديمقراطيه. الحياديه انا عن نفسي رجل مش حيادي. طالما ان انا اقتنعت بوجهه نظر ما وجمعت ادواتي حواليها واقتنعت بدون استفادات شخصيه ليا، يجب ان انا ادافع عن هذه الفكره الى نهايه المطاف. تلاقي مثلا انت ما تنفعش تبقى حيادي مع مصر، لازم تبقى في صفها على طول الخط، زي ما يبقى انت ما تنفعش تبقى حيادي مع منتخب بلدك، لازم تبقى بتؤيده وبتدعمه ان هو اللي يصل الى كاس العالم ما يحصلش حد تاني. زي هو لو انت مثلا بتشجع الاسماعيلي او الزمالك والاهلي رايح يلعب دوري رابطه الابطال، لازم تبقى مش حيادي في المباراه وتشجع النادي الاهلي. هو ده عدم الحياديه. اما الديمقراطيه فهو ان انا اتيح ليك الفرصه ان انت تبدي رايك، مش ان انا على طول اكتمك، مش ان انا مقتنع بوجهه نظر بني ادم وانت مثلا من الجنب التاني خلاص يبقى اقفل عليك، مفيش الكلام ده. لا، في فرق كبير جدا، وده اللي بتجده في النادي الاهلي. بتجد ان هو في تحرك وتنقل بمنتهى السلاسه من قايمه خارج مجلس الإدارة، تروح الفرع الأولاني، المركز الرئيسي، الفرع الثاني، عادي جدا. ما فيش مثلا مجلس إدارة راح قايل لهم لا مش عارف إيه. فتجد مثلا إن في حتة في دخول القائمة مثلا كابتن محمود الخطيب،
فوجدنا ان اترحمت قال لك منع الصحفيين من دخول النادي الاهلي. ودي انا حزنت عليها جدا جدا، لان ان انت ما تخليش الصحفي يوصل رسالته دي كارثه. المصيبه بقى ان من ساعه الناس ما هي بره النادي الاهلي وهي بتتصور وصولها لحظه بلحظه، وجوه النادي الاهلي بتتصور لحظه بلحظه، وبعدين يتقال لك منع الصحفيين. فده اللي قاله لك الاستاذ حسن اللي هو واحد يعني هو الراجل لبق شويه وشيك في كلامه وفي لبسه وكده. اشكرك الله يحفظك. فهو قصه في ان هو البعض دي بقى مش الشياكه بقى، البعض يبحث عن منافع مال وبطنه وكرشه وما يهموش ايه اللي يحصل بعد كده، يقتلوا بعض يدبحوا بعض يغوروا هما الاثنين ايا من يكون. المهم ان انا املى جيبي من ده، ولو عرفت املاه من التاني يبقى كويس برضه مش عيب. تمام، ده مش عيب، ده في وجهه نظر. فتروح تلاقي كلام وشائعات وملفات بتشتغل، وهم مع قله حنكتهم بمعرفه بعض الانديه ان مثلا جمهور الاهلي او اعضاء الجمعيه العموميه ما يحبوش ابدا تتكلم عن سلبيات ابدا في النادي الاهلي. كله يبقى داخل في بعضه، داخلي بيتعالج جوه النادي. عشان كده مثلا انتوا بتتكلموا ان الصوره دي حلوه جدا جدا. انا هتكلم في منتهى الصراحه، ما في القلب في القلب. واللي لازم بقى هو دي بقى الاهلي بقى اللي تعالى نصدره للناس والمشاهد الصوره دي. انا بنافسك وانت بتنافسني، وانا عندي برنامج وانت عندك مناطق فيها انا شايفها ناقصه، هضربك فيها وحاربك فيها، ولكن تعالى قدام الناس نظهر النادي الاهلي. هي دي الصوره، مش الاتنين مش ملايكه يعني خليني اتكلم بصراحه، بس هم عارفين ان دي الصوره اللي بيعشقها جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. لو صوره تانية زي مثلا ناس ممنوعه ان هي تخش نادي، ندوات ما بتتعملش في النادي، بتتعمل في فنادق، اشياء غريبه، ده مش هيعجب في النادي الاهلي. عشان كده ممكن جدا تلاقي الهجمه بعد المباراه دي والناحيه السلبيه اللي اتقالت، ممكن الجرايد دي ما تكونش اتباعت بدون هزار. ليه؟ طالما بتنتقد مش باسلوب من القلب، مش بان هي بتنتقد عشان الاهلي يقف على رجله والبطوله الجايه يعمل فيها الايجابيات ويصلح، لا هي بتنتقد لغرض في نفس يعقوب. فتلاقي ان العمليه مش طالعه سالكه، هو يبان ان هو اللي انا قلت لك في الاول مرتدي وجه الحملان وهو في الداخل مسعور على مال وجيبه، فعشان كده ما اتصلش للناس، وعشان كده تلاقي الجرايد دي ما اتباعتش، وعشان كده تلاقي العربيات الصبح ولا بعد الظهر جايه تعبي جرايد مرتجعه. عادي، هي فلوس ابونا، هو دي مؤسسات. عشان كده المجلس القومي الاعلى للاعلام يجب ان هو يتحرك ويفوق. وعشان كده الناس وانا منهم كنت فاكر الصحافه الرياضيه دي درجه ثانيه درجه ثالثه. اول لجنه تم تكوينها للرقابه من المجلس الاعلى للاعلام لجنه على الصحافه الرياضيه، عشان هي اللي بتعرف تقود الراي العام. عشان هي مثلا منتدى مثلا بتاع شرم الشيخ ده بتاع الشباب، مين اللي حقه يكتب عليه؟ الصحافه الرياضيه والشباب. فتلاقي ان ده تعالى ده هم دول التواصل مع الشباب، لازم يبقوا بيشتغلوا من القلب، لازم ما يبقوش اهم حاجه تعبيد جيبه وكرشه وبعد كده الناس تجوع. طيب استاذ حسن هنقفل الملف ده، وعايز اسال حضرتك حاله من الغضب الشديد، ما ينفعش اتجاهل اي حاجه مزعله جماهير النادي الاهلي. بيقول لك بذلنا مجهود تعبنا، ودي مش شماعه. النادي الاهلي ما عندوش شماعات وما عندهوش تبرير وما عندوش، الاهلي بيشتغل بتخفق بتشتغل عشان تروح للهدف من اول وجديد، لكن احنا شفنا ده سواء في على المستوى التحكيم في مباراه قبل النهائي والنهائي حكام اداء كان فيه علامات استفهام مزعله جماهير النادي الاهلي جدا، تكتيف اللاعبين خصوصا في المباراه الاخيره كانت واضحه جدا في البدايه، لكن قبل كل ده مره ثانيه بنبارك لفريق الوداد وجماهير نادي الوداد والشعب المغربي بالكامل، لان الوداد بيمثل الشعب المغربي، وبنقول لهم الف مبروك على بطوله افريقيا، لان احنا من حقنا ان نبقى غضبانين ومن حقنا ان احنا نبقى زعلانين. صحيح. شوف انت دلوقتي بقى ايه، جيت للنقطه اللي انا لسه كنت بتكلم فيها من شويه، هو التقييم الموضوعي. التقييم الموضوعي بيقول ايه؟
بيقول ان الحكم لم يقدم المنتظر منه كحيادي كما كان يتوقع البعض، والشعور بتاع الجمهور اللي بيتفاعل مع كل لعبة هو تعبير عما يدور في المباراة وتقييم حقيقي لكل شيء في المباراة. فما دام في الجماهير شايفة ان في بعض الاشياء فاكيد ده احساس طبيعي كلنا شاهدناه بعيدا عن تقييمنا احنا النقدي او التحليلي للاشياء. فبالتالي ده امر ضمن الاشياء اللي كانت سبب في فقدان اللقب، لكن مش هو برضو وحده عشان نكون منصفين. لازم ان يعني نقول ان التوفيق برضو لم يحالف النادي الاهلي في مباراتين طوال 180 دقيقة، لان الحكم ممكن يعني يجهدك في لعبة او اثنين او ثلاثة او خمسة، لكن انت كان قدامك 180 دقيقة لم يحالفك التوفيق فيها. قد يكون يعني ده ما كانش يومك حتى في المباراة اللي هناك، قد يكون في اشياء كثيرة، قد يكون الفريق اللي قدامك اجهدك نفسيا وبدنيا من خلال الدفاع المستمر واللعب الخاص بالشمال الافريقي، قد يكون هناك عوامل كثيرة لم تساعدك ان تحقق هدفك في هذه المباراة. فبالتالي الحكم عامل من العوامل، لكن هناك اشياء اخرى غير الحكم ساهمت في ذلك. الناس شافت ان ده كان امر يعني ساهم بشكل كبير، وانا متفق معاك تماما، ومع نبض الناس وكل تحليلاتهم الواقعيه ورده فعلهم بعد المباراه. الحكم كان، بس الحكم كان يعني ايه يعني كان يعني دماغه الى حد كبيره يعني ايه بيقول لك ايه يعني متحايل، او راجل بيعرف ازاي يتحايل على المباراه والفرق بحيث ما حدش يمسك حاجه عليه. فهو قدر انه يكتف الاهلي بدون ما يكون ايه حد يمسك عليه اي حاجه كقرار واضح في المباراه. ولكن زي ما قلت لك الحكم كان عليه دور، لكن في دور اخر كان على اللاعبين، فليس الحكم وحده السبب في الخساره. تتفق معايا المباراه الاولى هنا في مصر النتيجه هي رقم واحد، وبعد كده يجي وراها الحاجه، لان انا شايف من وجهه نظر اللعيبه ما حصلش اي تقصير كجهاز فني، كمان على مستوى الجهاز الفني ما كانش في اي تقصير، ولكن على نتيجه الإطلاق. المباراه الاولى هنا في مصر كان لازم تخلص هنا، ودي كانت برضو ده الدور الاهم. طبعا شوف انا قلت لحضرتك، انا قلت لك التوفيق يعني يمكن وضعه كسبب من الاسباب عدم التوفيق الى جانب الحكم. شوف انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. هو السؤال الاهم دلوقتي، هل الاهلي أدى بشكل كويس في هذه البطولة أم لا؟ أدى بشكل كويس، قدم ماتشات جيدة، وكان يعني قبل النهائي كمان قبل ما يلعب الماتش النهائي الماتشين قدر إنه يخلي العالم كله، وخاصة شفنا من مواقع الاتحاد الدولي الفيفا وشفنا موقع الكاف وكل الناس اللي اتكلمت عن الأهلي إزاي النتائج اللي حققها وإزاي إن هو عمل حالة خاصة في هذه البطولة. الأداء الفني كان ماشي بشكل جيد، الأداء البدني بتاع اللعيبة كان ماشي بشكل جيد حتى آخر لحظة، الأشياء كلها كانت بتحقق الهدف منها تدريجيا مباراة ورا الأخرى، قدرت إن أنت تقدم درس كبير في المباريات اللي هي دور الثمانية والدور قبل النهائي، الترجي والنجم بالظبط، وصلت للماتش النهائي وأنت أشبه بالفارس النبيل اللي قدر يوصل لهذه البطولة تمام من خلال أداء من خلال كل شيء، وكنت قريبا جدا من ان تكون البطل، ولكن عوامل كثيره لم تساعد على ان يكون البطل. لازم تفتكر حاجه مهمه، ان كان في برضه ظروف معاكسه واجهت الفريق زي الاصابات، وخاصه اصابه علي معلول انه ما لعبش، وكان قبل كده احمد فتحي كان موقوف، عبد الله السعيد كان مصاب وكان راجع من اصابه، في ظروف معاكسه، حسام عاشور وحسام عاشور غيابه برضه امر مهم، كل هذه الاشياء ظروف معاكسه واجهت الفريق، إلى جانب عدم التوفيق، إلى جانب الحكم، إلى جانب ظروف خارجية أخرى من كان طريقة لعب المنافس نفسها. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، أنت في الماتشين كان الوداد يعني أنت أشبه بالملاكم أو اللي ماسكه في ركن الحلبة وعمال بتديله من كل اتجاه، وهو قاعد كل شغلته طول المباراة خلي بالك أزاره، خلي بالك مش عارف مين، الحق يو ده هدف يا فكان كل طول المباراة هو شغال قدامك زي الملاكم اللي بيحاول يخرج مش خسران بالنقط،
فبيدافع باقصى درجه. وانت كنت طول المباراه متفوق طول الماتشين، مش ماتش واحد، انت طول الماتشين متفوق للغايه. فبالتالي الاهلي لم يقصر، وده اللي انا كنت بتكلم فيه في النقد الموضوعي. بمعنى ايه؟ ان هناك ايجابيات حدثت، هناك ايجابيات حدثت. بمعنى ايه؟ لو الناس حللت بشكل صحيح هتجد ان هذه البطوله النادي الاهلي على الاقل خرج فيها بمكاسب فنيه. واقول لحضرتك ايه؟ يكفي ان انت في مباراه من المباريات قدرت تصنع لاعب مرن اخر بخلاف احمد فتحي، وهو رامي ربيعه، لما لعب في وسط الملعب ادى بشكل كويس، والناس كانت بترجو انه يتواجد في المباراه الاخرى في نفس المكان. فرامي ربيعه اصبح عندك لاعب مرن بيلعب في مركزين تعتمد عليه فيهم، ولا عندك دخش. واحد بس اللي هو احمد فتحي، بقى عندك كمان بقى عندك، فانت كسبت هذا مكسب مادي، مكسب فني كبير جدا. هناك كثير من الاشياء التي ظهرت في النادي الاهلي، حاله التناغم والانسجام اللي بيلعب بها النادي الاهلي طول هذه الماتشات، اللياقه البدنيه اللي موجوده على الاهلي حتى اللحظه الاخيره، حاله الروح الموجوده عند اللاعبين، كل هذه اشياء فنيه. حاله الانسجام اللي حصلت في يعني ظهرت جدا كمان في اكثر من مباراه، ازاي التوليفه اللي بتحصل والتحرك في اصحاب الهوايات الهجوميه، ازاي بتلاقي ده هنا مره ده هنا مره، الكره السريعه، كل دي اشياء فنيه ايجابيه. لازم اللي بيحلل يحلل بشكل موضوعي. هناك اشياء سلبيه، متفقين ان هناك اشياء سلبيه، لازم يبقى في سلبي عشان تقوم بالظبط، لكن مش معنى ذلك ان انت تخسر يبقى كل الحياه سودة وكل الحياه بقت ضلمه وسحابه سودة. لا، هو ده طريقه من انواع النقد الهدام اللي مش المفروض احنا نتبعه كاعلام، لان لازم عشان تنتقد لازم تكون الكفه بتاعتك متوازنه زي الميزان، هو ده ميزان العداله. طيب استاذ عمرو، أكيد دور الصحفي الإعلامي بيدور على الحقيقة. أنا السؤال اللي جاي ده تقيل على دمي على قلبي شويتين، بمعنى شفنا صور رئيس النادي مع الحكم ويقول لك في هدايا، الكلام ده ما بحبش أعرضه ولا أعرضه ولا ده جاف في تفكيري، بس حضرتك صحفي ومتابع عشان تجيب الحقيقة وتعرضها على الناس وتنفرد بيها قبل أي حد، الكلام ده غير صحيح ولا في تفاصيل في النص؟ طب شوف، هو حسب وجهه نظر انا اللي ممكن تكون تحتمل الصواب والخطا، اظن ان الحكم محايد بدرجه كبيره جدا، والدليل ان هو احتسب لك ضربه جزاء في الدقيقه 92 في مباراه مصر والكونغو برازافيل، ولو انت جبت اي اهلاوي وقلت له تاخدوا بطوله دوري رابطه ابطال افريقيا ولا تروحوا كاس العالم، اظن ان هو الغالبية العظمى للأهلوية هيقول لك نوصل كاس عالم منتخب مصر يعني. ف مش هكون متعصب، لا، الوطن أنا منحاز للوطن زيك. طيب بس فيه متعصب ما ينفعش أقول رأيهم على الشاشة، وده اللي أنا كنت بعترض عليه في بداية الحلقة. لو أنت جيت تقيم مباراة مصر وكونغو برازافيل والراجل جاي يحتسب لك ضرب الجزاء في الوقت ده، يبقى احنا بقى أكلناه والظباط. ناحية تانية، في مباراة السنغال وجنوب أفريقيا كان في رشوة، والمباراة ستعاد في التصفيات الأفريقية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بتاع كأس العالم، دي مثبتة بما لا داعي مجال للشك. فده في حكم مرتشي وفي حكم تاني مش مرتشي. إنما حكم مباراة العودة عمل معاك إيه؟ أظن والله أعلم إن أنت استنفرته ودخلت معاه في مباراة ند لند، ما بقتش بتلعب الوداد بس، انت حاولت تستخدم اسلوب شمال افريقيا مع الحكم في استثارته في بعض التصريحات ما قبل المباراة، بشكل هو وصل له بان هم بيقولوا عليك ان انت هنظبطك. فالراجل نزل المباراة وهو مش طايق لعيبة النادي الاهلي نفسيا، وان هو بيتناحر معاهم، انت مش هتعمل عليا كبير، انت مش هتعمل عليا نادي القرن، انت مش هتعمل عليا ان انت واخد 8 بطولات. فده تيجي تلاقيها في اكتر من منحى في حياتك وانت ماشي، ان انت من الممكن جدا تجور على واحد لان هو انت بتشعر ان هو بيمضحك، فهو اللي في ايديه صفاره، فعشان كده كان بيخرج الصفاره كتير، واحنا نعتبرها ان هو بيوقف النادي الاهلي كتير، وان مثلا دقايق في الشماريخ وما شابه، وكانت حقها تتحسب وكده. فتجد ان الامور كانت
انت على طول عفوا باصص لها بشكل ان هو في لا في لعب في كلام ليه؟ ايوه العمليه الكفه لم تكن تدار بحياديه، ولكن مش عشان فلوس، عشان انت تعاملت مع الحكم بان انت سخنته قبل المباراه وخليته ان هو مستني لك على الواحده، والاخر وهم بقى جايبينه من المطار وهم حاطينه هنا وهم بيركبوا العربيه، فتلاقي ده الجرايد المصريه بتقول عليك كذا، ده المدرب المصري بيقول عليك كذا، فالراجل تلاقيه طب انا هوريهم انا مين؟ انا لسه حاكم لهم مباراه ما حد ما يحلموش بيها وما خدتش حاجه من حد، والناس ممكن تتهمني ان انا كنت قابض من مصر على حساب غانا او حساب اوغندا وحاسب لهم ضربه جزاء في الدقيقه كذا وانا راجل حيادي، طب انا هوريهم بقى اللي مش حياديه. فده ناحيه نفسيه بدرجه ما. تقول لي بقى على الحكم الثاني اللي في مباراه الذهاب كان مش حيادي وكان مش تمام، وده بشهادات، ده بشهادات الكابتن شطه، بشهادات الدكتور مصطفى، ان هو قال لك احنا عرفنا نعدل كل حاجه في الاتحاد الافريقي فنيا بس ما عرفناش نعدل التحكيم. فهو سيء، التحكيم ده كارثه، الواحد من اول ما ابتدى كوره لغايه لما انا هو سيء، هو مستواه كده. انت بقى عليك كنادي اهلي ان انت تعمل درع لافريقيا بان انت تطلب يتعمل سيمينارات للتحكيم، مش عشان الاهلي ظلم. عجبني جدا ان الاهلي راح متراجع وشايف ان هي مش هيبقى فيها اي فايده وهتستثير اكتر التحكيم بعد كده حتى لو بتلعب في الدور ال 32. فتضغط على الاتحاد الافريقي ان هو يعمل دورات كتير جدا للتحكيم، ان هو يبقى فيه اشراف كتير جدا على التحكيم، ان هو ياخد يبقى فيه نجيب خبراء من اوروبا للتحكيم، ان هو يدخل التحكيم بالكاميرا والحكم والتوقيف والكلام من ده، او الحكم الخامس، او يبقى فيه دور لمراقب الحكام في المباراه. ما معناه ان ما جينا لقينا الاتحاد الامريكي لكره السله كانت المباراه السله بتتلعب من شوطين، راح هم جايين عاملينها اربع اشواط. الاتحاد الدولي لما لقاها مفيده وفيها اثاره وفيها تشجيع راح اقرها. فانت تعمل ده، انت ده دورك كاهلي، كنادي قرن، كزعيم افريقيا، تشتغل على الحته دي، تدافع عن نفسك وتدافع على اللي اضعف منك. طيب هروح للاستاذ حسن، هقول في اللي انا ناقشته في بدايه الحلقه، انا مسكت التليفون شويه واستاذ عمرو بيتكلم عشان لقيت حد بعت رساله من اسماعيليه، هو شاف بدايه الحلقه على كان في حد عنده كافيه وما انا كاتب ممنوع دخول الاهلاويه، اتكلمنا ده في بدايه الحلقه وبيوزع بعد ما الاهلي خسر، بيولع شماريخ، بيفرح، بيعمل لقطه يعني اللي هو بطل، وعمال يوزع عصاير عشان الاهلي خسر، وقال لك انا بحب في الاسماعيليه. فين في الاسماعيليه؟ ما انتش عارف. مش ما انا جاي لك بس لا ما اقصدش ما انا اسف ما اقصدش ان حضرتك ما انتش عارف يعني دي اصل المشهد السيء ده بحبه. مين اللي جابها؟ افكر فيها يا فندم، مين اللي جابها؟ اعلامي اللي انا بكلمك فيه الودي مصر في داهيه، مصر في داهيه، اعلامي هو اللي عرضها، اعلامي هو اللي كتبها، اعلامي هو اللي برزها، انما هي في النطاق بتاع القهوه اللي كان فيها 2000 شخص يا راجل تمام، وكانوا بيتفرجوا كده، كانت حد هيعرفها في ال 27 محافظه الا عن طريق الاعلام الاسود اللي عايز يجيب مصر الارض. اسمع بقى الرساله الجميله بقى، اسمع السوشيال ميديا ممكن تنشر كل حاجه. في اسمع الرساله الجميله وصحيح عشان حضرتك تعلق. اتفضل. في يعني هختصر لك الرساله سريعا، ان بيقول كابتن شادي انا شفت، انا من اسماعيليه، اسمه عربي بس مش باين الاسم التاني كده، صعب جدا مكتوب بطريقه غريبه. بيقول انا شفت التقرير بتاع الاسماعيليه من اكتر من مره، كلامك النهارده انا من اسماعيليه والاهلي لما بيلعب انا بشجع النادي الاهلي ومش موافق على الموضوع ده جمله وتفصيل. شوف انا عايز اقول لك حاجه، سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او اي فريق بيمثل مصر في افريقيا فهو اسمه ممثل مصر. زي ما احنا بيجي اي فريق من بره نقول الاهلي يواجه بطل الكونغو، بطل جنوب افريقيا، بطل غانا، ايا كان، فاحنا بنسمي الفريق اللي بيمثل بلده هو بطل بلده، لان هو بطل الدوري ببلده او بطل بطوله ببلده، فبالتالي تاهل للتمثيل، فهو ممثل هذه البلد. فبالتالي لما يكون ممثل بلدك بيلعب فانت حقك الطبيعي كراجل مصري ان انت على الاقل بتبقى ده بتعتبر ان هو ممثل وطن، سواء نادي سواء منتخب سواء فريق حتى في اي لعبه،
مش شرط كرة القدم، فهو خارج يمثل الوطن. أما إذا كان هناك حالات فردية تحدث والبعض يستغلها من أجل التهييج أو إثارة هذه القلائل، فأنا أعتقد أن المفروض إحنا ما نتوقفش عند هذه الصغائر زي ما أنت قلت، وأنا متفق معك أن هذه الأشياء الصغيرة لا نتوقف. دلوقتي مع انتشار السوشيال ميديا بشكل كبير، ممكن أي حد يألف أي حكاية وينشرها، وللأسف خداع الإعلام بينخدع أنه هو بيجري وراء هذه الأشياء الصغيرة ويحاول يكبر. هو ده يعني قلة الخبرة عند البعض بتخليهم ان هم يندفعوا فيخلقوا من هذه الاشياء هالة كبيرة جدا، وهذه الاشياء بيكون رد فعلها سيء. طيب عايز اسألكم في حاجة انت والاستاذ عارف، بس المجلس الاعلى للاعلام لازم يحاسب الناس دي، لان انت ما تجيش تجيب لي في مباراة مثلا دلوقتي سوري يعني الاهلي هيلعب الاسماعيلي فهيلعبوها في برج العرب، فالاسماعيلي طالب ان يتلعب في السويس، فدلوقتي الامن لما يلاقي لقطة زي دي اتذاعت في قناة بالشكل ده مع مذيع ما اترباش اعلاميا ودرس الاعلام كما يجب، ان لازم المجلس الاعلى للاعلام يحاسب الناس دي. خلي بالك ان اللعب أنا بالنار في القصص دي ده لعب بوطن، ده لعب مش لعب بمباراه وتشجيع، ده لعب بكوارث. انت عارف اللي خلاني عرضت الموضوع ده واتكلمت فيه؟ انا شفت ردود فعل صعبه جدا جدا طبعا جدا انت من جماهير النادي الاهلي. اللي عمل ده يا فندم بيقوم بدور الشيطان. ليه انا متابع؟ ما ينفعش ما ينفع عشان انا انت يا استاذ حسن شفت ردود صعبه من هنا ومن يعني هنا انت النهارده يجي فعلا يلعبوا معاك تبقى كارثه. ده وجهه نظر. هذا الشخص قال للشيطان اركن وانا هقوم بدورك، بس خلي بالك بيثير فتنه. الشخص كمان اللي في العمل القهوه عمل كتب الكلام اللوحه دي للناس، ما هو خلي بالك. لا انا بتكلم بيني وبينك على اللي بيذيع مش الشخص ده، لان ده ممكن يكون جاهل. ما هو ده ممكن يروح الاستاد ويعمل نفس الفكره دي ويجيب العلم وينزلها على السوشيال ميديا. يبقى انت دورك دورك قبل ما دي تحصل ودور الراجل ده تروح متكلم للجماهير الاكتر. ده لو حصل يا جماعه ده واحد في نقطه فضحه، ده واحد جاهل. مش تيجي في برنامج تاني وتروح جايبها وتروح بارزها عشان تعيش على جمهور النادي بتاعك. بس خلي بالك عايز اقول لك على حاجه، الرساله دي في ناس مثقفه. أيوة. واعيه. شفت طبعًا. الراجل على طول يعني بعت اكتر من مره وبيقول يعني بعت اكتر من رساله اللي هو مش موافق على الشكل ده. في ناس ولازم مش موافق. في ناس كتير مش يعني مش هننزل ناخد الحاجه اللي مش كويسه. في ناس بتعيش مع الموجه وتقعد، وممكن ما تكونش من الاسماعيلي بس تلاقي تهاجم عشان تخلي بتوع الاهلي يردوا، فهكذا فتبدا انا اخلص الموضوع ده يعني. انا اخلص لك الموضوع ده، لان لو عندنا ايجابيه تصلح اللي حصل ده نقولها. لما حصل الحدث الجلل بتاع النادي الاهلي، اول جمهورين كانوا قاعدين داخل النادي الاهلي. انا شفت بعناي جمهور الاسماعيلي وجمهور الزمالك. نبني على ده، نبني مش لازم يبقى فيه محنه ويبقى فيه موت عشان نقف جنب بعض ونساعد بعض. لازم هو ده المشهد اللي بالرد على المشهد ده، ارجعوا للمشهد الاكثر من رائع ما وقفتوا جنب بعض في محنه. فمش لازم يبقى فيه محنه، خلينا نشجع كل واحد يشجع فرقته باحترام بعيد عن اللي احنا نعمل مشاكل. اسالك بقى سؤالنا المعتاد، هو فين عوده الجماهير التي لا تعود؟ مش احنا خلاص اتقال في آلية جديدة والجماهير هترجع؟ المفروض فين؟ المفروض ان الوزير اعلن ان في مقترحات تم يعني اسنادها لاتحاد الكرة لمناقشتها، وان في حاجة قريب هيكون في حضور للجماهير، بس حتى الان لم تظهر اي آلية للحديث عنها ولم يكن. ما تعبتش يا استاذ حسن من كتر ما انا بقول لك الجماهير اللي بتعود. شفت لو شفت استاذ حسن وهو بيتكلم عمال يعمل كده عامل ايه؟ بس ما الناس كلها تعبت من كتر الكلام في الموضوع ده يعني. واخد بالك؟ يعني انا شايف ان مساله عوده الجماهير دي يعني اصبحت يعني حاجه يعني لغز ما حدش عارف يحله. للدرجه دي؟ بجد يعني. ما هو اصل اقول لك حاجه، ما اصل الموضوع بسيط. انت قلت في اليات وانها تبدا المساله بحضور بعض الجماهير من الفريق معين، ويكون في تقسيم للمباريات. كل واحد هيختار عدد من المباريات يحضر فيها جماهير، تبقى جماهير فريق بس صاحب الارض مثلا وباعداد معينه. موضوع سهل مش صعب يعني. طب ولما راح اكتر من 60,000 الاهلي، ولما راح 70,000 واكتر من 70,000 المنتخب، يا سيدي قد يكون هم يعني في مخاوف الى حد ما. مخاوف من ايه؟ يعني مش عارف، انا مش فاهم المخاوف من ايه. بس هنقول يا سيدي ممكن حاجات من الحاجات الصغيره دي اللي هي
اللي بتحصل يعني تعمل شراره ملهاش لازمه في اي حاجه. انت شايف يعني للاسف دلوقتي بقى في ناس برضو لسه ما تعلمتش الدرس ومش عارفه ان هي ممكن تلعب بالنار وهي مش فاهمه حاجه، لان ما حدش بياخد يعني اي دروس من الماضي ولا من اي شيء. فبالتالي هنقول اوكي نبدا بهذه التجربه، لكن عشان تبدا بهذه التجربه لابد ان انت على الاقل تبتدي تعمل ليها تمهيد. التمهيد ده مش راضي يجي، يعني زي التمهيد مفيش تمهيد، يعني اي كتاب بتيجي تفتحه عشان تقراه بتلاقي في الاول تمهيد، احنا مش شايفين التمهيد خالص، لا في تمهيد اعلامي ولا في شرح الافكار ولا في اعلان من اتحاد الكوره ولا من اي حد، غير ان احنا بس ايه كلام معسول. وكان في لقاء النهارده مع وزير الداخليه وبكره في لقاء مع مش عارف مين، وتعدي اسبوع او ما تيجي السيره تاني او نكون في اي مناسبه فعايزين يشجعوا الناس فيقول لك لا احنا عملنا وقعدنا، لكن ما فيش اي شيء بيطلع. ما حضرتك لازم عشان تقنعني ان في جماهير هتعود لازم قبلها على الاقل بتخاطبني عن طريق بيان. يا سيدي مش هقول لك اعمل مؤتمر، مش هقول لك طلع بيان قول والله احنا تصورنا هيكون 1 2 3 4 هتكون الامور تمشي، مش لازم عشان خاطر انا، عشان خاطر الناس اللي هي هتروح الماتشات تبقى عارفه انت بتخاطبهم ازاي. ما انت بتخاطبهم عن طريق ايه؟ عن طريق الاعلام. صح. فلازم تقول لهم والله احنا هنعمل 1 2 3 عشان حضرتك تبقى واخد بالك ان هيبقى الماتشات هتبقى بالشكل المعين بالشكل الفلاني، وده المفروض رسائل كتيره تطلع قبل ما تعمل الخطوه عشان الناس تبقى متفاهمه وفاهمه ايه اللي هيحصل بالظبط، لكن مفيش تمهيد. هنجيبك استاذ عمرو عندنا، ما هو عشان اخد قرار في حاجه او عايز اعالج حاجه او انا لازم يبقى في او خلاص صممت على حاجه اخدها بدرسها بشوف كيفيه العلاج كيفيه القرار كيفيه الحوار مع رؤساء الانديه الامن، ده اللي احنا بنتكلم فيه. لما بنيجي ناخد قرار بناخد قرار مع انديه الشركات اللي ما عندهاش جمهور، فهم يقولوا لها يقولوا لا مش عايزين عوده جماهير دلوقتي. كمان لازم تبقى عندك عشان ارجع جماهير يبقى في اراده، الاراده موجوده. بص انت ايه زيه بالظبط استاذ عمرو، بص في السنة. لا اصل انا مش معوده الجمهور، انا مش معوده الجمهور. هزعل منك. لا اوعى تزعل. انا ببص لها من واقع اب. ان ابني ما اقعدش ربي فيه ومشهد الاهلي ما عجبكش؟ استناني. ما تقيمش مباراه اهلي ووداد باهلي وفرقه جوه مصر. ما تقيمهاليش. جمهور واحد الفريق اللي هيبقى لا قاعد. لا بص ده بينقد اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من 10 دقائق بالظبط. الاستاذ حسن بيقول لك لازم يبقى في تمهيد للاعلام. يا فندم لو انت عايز عوده جمهور يبقى الناس اللي بتخاطب في الكاميرا دي لازم يبقوا مؤهلين نفسيا، لازم يبقوا مؤهلين عقليا، لازم ما يبقاش شغلانتهم قول الكلمه يا واد عشان تجيب مشاهده كبيره فيجيب اعلانات. طب والجمهور يا عم بلا جمهور بلا قلت على الكاميرا يبقى فاهم اعلاميا ومؤهل نفسيا ومتربي وعنده اخلاق. ما تقربش من بتوع الكاميرات، كفايه في واحد قلبه وجعه من قناه النادي الاهلي عيني عمال ينبح زي الجارو، هو ما يفهمش عشان احنا نفهم. فالناس دي لا بتشتغل وبتحب قناتها وبتحب ناديها وبتحترم ناديها، لا متدربين كويس قوي. فين الناس اللي معانا المصورين كلهم؟ يا عم انا بتكلم اللي بيواجه الكاميرا مش اللي ورا الكاميرا. انت قصدك عايزهم يطلعوا عليه يعني هو بيشعلهم ده الراجل هو بيتكلم في حاجه غير اللي انت بتقولها. مش المذيع بس واللي الضيوف والمحللين اضحك. الضيف والمذيع لازم انت عايز عوده الجمهور تجيب الناس دي. تجيب الناس دي في المجلس القومي للشباب اللي عنده موظفين من ضمن موظفين الدوله اللي ما بيشتغلوش في حاجه. واي حد كان عايز يعين قريبه عينه في مركز الشباب يا عم الحاج هياخد له 150 جنيه يا عم الحكومه والتامينات والمش عارف ايه. بس الراجل يروح يزرع في الارض ولا البنت مش عارف تجيب الدوده من القطن بس شغاله في مركز الشباب. تمام شغلوا الناس دي، هاتوا مع كامل التقدير يعني بين قوسين الاساتذه الاعلاميين اللي بيقعدوا قدام الكاميرات وهاتوهم في دورات في وزارة الشباب عشان هي اللي انت عايزة ترجع الجمهور. وخليهم يبقوا مؤهلين، اديهم دورات احنا لو عملنا ده الجماهير هترجع 2050. لا يا فندم ما انت لو عملت ده هتشغل ده. لا يا فندم هترجع اصلا. لا يا فندم هتشغل. هو انت دلوقتي
يعجبك ان واحد عشان يفتح قناته وعشان يتنقل من قناه لقناه فعايز المشاهدين يبصوا عليه فيجيب لك واحد من الاسماعيليه، مش من الاسماعيليه، انا يا سيدي قاعد في شرم في اي حته في مصر، وعمرو كمال رجل جاهل وما يهمنيش حد ومشغل قهوتي وبقول ممنوع دخول المصريين، يا سيدي انا جاهل، انا جاهل، تروح انت جايب ده وانا حته في ذره في مكان في مصر مش معلوم، تروح انت، مش انت، يروح هو كاعلامي ده على 100 على 100 مليون بني ادم ويزيد الفرقه. فالبي ده لازم، مش هقول لك يعني بين قوسين مش لازم يعني عشان مش وطنيه وهنعمل فيها ايه، اللي بيجي على مصر يعني ما بينفعش معايا، مش عشان يتشاهد زياده شويه يلعب في الحتت دي، ده لازم يؤهل نفسيا هو وغيره. واكبر واحد فيكو لازم يروح دورات زي دي، لا مفيش حد كبير على العلم، فيؤهل نفسيا ويؤهل اعلاميا، وحتى لو هو واخد الدورات دي، معلش مش مشكله يعني مش عيب، أيوة. حتى لو هو واخد الدورات دي ياخدها تاني يا راجل، ده رئيس الجمهوريه. بص بيلعبني رئيس الجمهوريه. ايوه خلاص ايوه سيدي عشره عمر. ايوه رئيس الجمهوريه وعضو مجلس النواب عشان يقدم اوراقه بيشوفوا الناحيه العقليه والنفسيه بتاعته. والمذيع بتاع البرامج الفضائيه الرياضيه قاعد فوق الخمس ست ساعات يشحن في الناس، يشحن وهو غير مؤهل تماما، مش كله طبعا، حتى بقى المؤهل لازم يقعد، الضيوف لازم يتقاسوا، مش اي حد معدي من قدام اي خلاص هوب يلا خش يقول ايه ده. في واحد مثلا مذيع قال لك البنت اللي بتلبس البنطلون المقطع حق وطني عليها انها تغتصب، دي تجيبه في قناه؟ لما ده ما هو ده جاب ده جاب ليه؟ لان اللي قاعد على الكرسي مش عارف هو جايب مين وفريق الاعداد، فده انت عايز تجيب جمهور. لازم تشوف بقى البوابات بقى، لازم تشوف الحاجات اللي النيابه قالت عليها وتدخل الجمهور ده. أيوه. ما يا اخي اعمل له كافيتريات في الملاعب دي عشان يلاقي ميه يشربها، اكل ياكله، اعمل له نظام بحيث ان هو ما يخش ما يقعدش خمس ست ساعات كانك واخده في حبس انفرادي. هو ده عشان تدخل جمهور تعمل المنظومه دي. تعمل المنظومه دي ازاي؟ بص على منتدى شباب شرم الشيخ اللي نظمه شباب. هتقدر تعمل ده. وقتك خلص، بس انا كنت عايز احكي لك حكايه كابتن شيمو. معاك قد ايه؟ هبقى احكيها. معاك قد ايه؟ دقيقه؟ 30 ثانيه. حلو. استاذ حسن نروح اخليك تختم بالحكايه، استاذ حسن معاك دقيقه. هتقول ايه؟ عايز تقول ايه في نهايه الحلقه؟ عايز اسمع قصه كابتن شيمو. والله انا مستعد اتنازل عن دقيقه واسمع قصه كابتن شيمو. اسمع قصه كابتن شيمو. في كشف جهل للناس ببعض الناس. الكاميرا بتاعتك ايه؟ ما تكلمنيش انا بقى، هات 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 استاذ عمرو على طول. انا عايز الناس. وبنشكرك يا استاذ حسن على التبرع الجميل ده في وقت كده، مفيش حد كده على التبرع. لفت انتباهي بس قصه كابتن شيمو، فانا انا مين كمان؟ وانا كمان والله. الناس قبل ما تحط صوتها الانتخابي في اي حته لازم ان هي تقعد مع نفسها وتعرف ان ده واجب وطني بشكل ملوش سقف. فما ينفعش واحد اجي لك انا من بره ومركب جناحين وحاطط لك زبيبه هنا وماسك لك سبحه وحاطط لك صليب واعمل لك ان انا الرجل الورع. انسى ده. اجي لك باي شكل، ارمي شكلي ده في اقرب سله مهملات وتقصى الحقيقه عني. اعرفني انا رايح فين. كابتن شيمو في 30 ثانيه كنت شغال في البيت بيتك. قالوا لي تعالى كابتن شيمو، انا بجيب اي اسم هو ده اللي جه معايا. انا كنت ابكي في اليوم ده. جايب ايتام، فاكر انت لما كنا بنعمل الايتام واجيب نادي الاسماعيلي ونروح ايتام ملاجئ ايتام واجيب نادي مش عارف ايه في سوهاج ونروح ايتام ولفينا مصر. الثواب بقى يا استاذ عمرو. لا لا الحمد لله ما كنا بنعمل. طيب فكابتن شيمو جاب ايتام ورحت عشان اصور الكابتن شيمو، وجدت الكابتن شيمو ويخرب بيته حريف حرفنه ما بعدها حرفنه. لقيته بينطق بحته طوبه، فانا بهرت باللي هو بيعمله. عايز اكمل بقيه التقرير بتاعي. فجبت المايك وبسال الايتام اللي هم من 14 ل 16 سنه، ايه رايكم في الكابتن؟ وانا الايتام يعني الايتام كلنا، ايه رايكم في الكابتن؟ انا عشان اديتك الفرصه تتكلم عن الكابتن مش عارفين الكابتن. فقلت لهم الكابتن شيمو. فالكابتن ابتدى يصدم،
لان هو جايبه عشان تقول ان هو الايتام والراجل المساعد. مش عارفين ان هو ده الكابتن. عادي يا اخي، ما ممكن حد ممكن في الشارع ما يعرفكش، عادي دي ولا ممكن طبعا تموت فيها لا قدر الله. فمش عارفين الكابتن شيمو، فقول لهم كابتن شيمو. فهو راحوا من الولاد جابوا اقرب كابتن شيمو هم عارفينه. ما معناه كان عندك مثلا جد وجد الصغير مش عارف ايه وايه. ف وانا بسالهم راحوا جابوا لي اسم واحد تاني خالص. فالكابتن اللي جايب الايتام اللي هو عايزني اذيع للناس ده بتاع الايتام ومحابب الايتام، والله بالحرف يا نهار اسود يا عم، بوظت لي اليوم، بوظت لي اليوم. قلت له كابتن مونتاج وكل ده يتصور عادي جدا. فده كان بيصدر للناس ان هو بتاع ايتام. وواحد تاني وعندكم شيوخ بيعملوا كده، تلاقيه لابس لبس الازهر ومش عارف ايه وكان جاي للبيت بيتك، والشيوخ والسبح واوا. ومره واحده عايز يدي برضه، ده واحد تاني عايز يدي للناس حته الموعظه عشان يخش لهم، بعد كده بقى يلبس البدله والجرافطه ومش عارف ايه. الناس عليها ان هي تتقصى الحقيقه. لو جاي لهم ملاك انت معاك انسان انت عايز منه ايه على ارض الواقع. تسمح للكابتن شادي يختم الحلقه؟ بس انا عايز اقول حاجه. معلش لا ده ثانيه هو البيت بيتك كان كله كده؟ البيت بيتك كان صوت الشعب. لا 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 كان صوت الشعب. هو البيت بيتك، ما انا بقول لك اهو كان صوت الشعب، كان هو اللي بيوضح للناس الحقائق. البيت بيتك كانوا بينطوا عليه عشان عايزين يتشهروا. طيب خلينا نروح نختم حلقتنا مع الناقد الرياضي بالاهرام استاذ حسن خلف الله. يعني استمتعت بالحوار مع حضرتك ومع استاذ عمرو، اتمنى كمان الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا بالحوار، كلام جدي في كل المواضيع. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك كابتن، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. وكمان عاجبني البتاع ده، استلفه من حضرتك اطلع بيه حلقه. استاذ عمرو كمال الكاتب الكبير، شرفتني ونورتني. شكرا كابتن، ودايما دايما بستمتع باراء حضرتك. يا رب الكلام بتاعنا يكون وصل للناس ويكون ما يكونش ان احنا بنخدعهم بيه. شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن. النهارده الحلقه كان فيها كوكتيل، كلام كتير في البدايه، الصندوق الاسود، ضيوف محترمين، لكن رسالتنا واضحه كالعاده. انبحوا، صوتوا، عيطوا، اغلطوا، برضو ولا فارق معانا غير كلمه الحق. هنتكلم في الغرف المغلقه مع زمايلنا واصحابنا، مش عشان حد جنبك باعك او خانك تخاف. لا، هنقول له حاجة واحدة، مستمرين بأخلاقياتنا وخوفنا واحترامنا للنادي الأهلي ده. انبح براحتك في الحارة المزنوقة اللي جنبنا، اتكلم واكذب على الناس، واكذب على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، واكذب على جماهير النادي الأهلي اللي هي مش بتحبك، بس الناس عارفة تسريباتك وتاريخك وسداهاتك وعلاقاتك اللي مش محترمة. عشان كده في فرق كبير قوي ما بيننا في الأخلاقيات. احنا اتربينا على الأصول والأخلاقيات اللي الاهلي علمها لنا بجد، وانت اتمنعت من المايسترو الكبير العظيم اللي دخلك النادي الاهلي، وعشان قلت عليه كلام مش محترم، وكمان جوزيه كرشك، مواقفك قلت على نفسك مزور، قلت على نفسك كتير امور غريبه وعجيبه جدا جدا جدا. هنسيب التاريخ يشهد مين اللي محترم وبيحب ناديه، ومين اللي كرشه فيه جبنه وكتافه عليها حديد وبيستفيد من ورا ناديه. المجد، كل المجد لشهداء النادي الأهلي، وتصبحوا على ألف خير.